بالنسبة اللي باش نخدموه توا ان شاء الله باش تلقوه اونريجستري تو نهبطوا على اليوتيوب. بي باك سيونس باش نشدو توا باش نشدو اكزامان الباكيت نتاع 2018 باش نحلها لكم توا. قديش موجود عندك 5 اكزامان؟ شوفوا الجروب اللي عطيته لكم توا باش تلقوا لي زيكزامان موجودين غادرة محطوطين. بيه أكيد ثم جماعة منكم مش مفهمين حد شيء في الانفو باش موجود مش فاهم حد شيء. لا حتى مش فاهم حد شيء بحول الله ان شاء الله تسلكوه ان شاء الله نحاول نجيبوا النوت على الاقل تجيبوا النوت. بيه باش نبدا لكم نتاع 8 2018 نتاع 8 تو جيست باش نوريكم كيفاش تخدموا. عندك النونسي شنو تعمل لو انك لقيت لي نونسي هذا معناها مش يجيب بالضبط هو اما باش يجيب لك حوايج ديما متتعاود. بار اكزومبل هذا ليكزامان هذا اللي قدامكم تو قدامكم تو مثلا لينونسي هذا شوف ديما تنعطيكم حاجه وهذه شدوها في مخاكم. اذا عندكم يقول لك في بروبليم اعمل رومبلير نتاع تابلو كيما هنا عن الكيستيون الاول به تو نحكم بعد في لينونسي تو جيست نعطيكم في معلومات باش تسهل لكم الخدمه. وين تلقى اكزرسيس يقول لك كيما هنا في الكيستيون الاول قال لك رومبلير ان تابلو يعني راو باش تعمل بروسيدير رومبليساج. هذه اول حاجه رومبليساج بروسيدير باش نوري لكم بعد الكود نتاعها. مي توا شد هذوما دي زانديز معناها باش يسهلوا لكم الخدمه. لو تلقى رومبلير ان تابلو والا سيزير لي زيليمون دو تابلو تعمل رومبليساج نتاع تابلو وسيزي. واضح ب هذه حاجه. وثاني حاجه ديما وقت اللي يعطيك شوف وقت اللي يعطيك كونديسيون كيما هذه صحيت كونديسيون كيما لهنا اعطيك الان محصوره ما بين زوز اعداد سامحني تعمل بوكل ريبيتي بالطبيعه لهنا. اذا عندك اي حاجه عندك عليها كونديسيون اي فاريابل لهنا اعطاك الان عليه كونديسيون قال لك لازم وقت اللي تقرا تعملوا فوست ريبيتي جيسكا. هذه ديما وين عندك كونديسيون على حكايه راك لازمك تعمل ريبيتي جيسكا. وشوف هو ما باش يعاونكم بالالغوريتم شوفش عامل لك الخدمه حطها لك هون وحطها لك في بوكل ريبيتي جيسكا كما قلت لكم لانها فوست كونديسيون. من المفروض لو ما اعطاكش كونديسيون قال لك اقرا لي تاي ان تكتب جيست اكرير طوني لو نومبر دو كليون لير ان. هذه من المفروض نعملوه وهو اعطاك كونديسيون لهنا دونك لازمك تحطها في بوكل ريبيتي جيسكا. واضحه هذه. بار اكزومبل نتعدوا اللي بعدها. قالت لي واحده منكم ولا واحد ما نعرفش ما ثبتش ثم شكون قال لي اش معناها ديستانكت. ديستانكت معناها انت باش تعبي تابلو بار اكزومبل باش تعبيه دي زونتي لي زيليمون تاعو كي يقول لك ديستانكت معناها ما فماش حتى اليمون يتعاود في التابلو. هذيك اش معناها ديستانكت مختلفين في الماد دو نومبر ديستانكت. والا اما اذا حكى لك لي زيليمون تاع التابلو ديستانكت معناها راه ما يتعاودوش معناها الكل ما تلقاش اليمون معاود في التابلو. هذه اش معناها ديستانكت. ب نكملوا هنا شوف قال لك في البارتي هي قال لك شك لهنا قاعد نعطيكم نقرا لكم ما مش نفسر لكم في البروبليم جيست باش نقروا دي فراز ونعطيكم كيفاش تفهموها انتم في يعني وقت اللي تخدم تي بي نتاعك. لهنا قال لك شاك نيميرو عندنا بار اكزومبل عندنا نيميرو لهنا قال لك اي تونيك اش معناها يونيك معناها راه ما يتعاودش. هذه حاجه. وقال لك اي فورمي دو 8 شيفر معناها كي تقرا نمبر لازم يتكون من 8 شيفر. دونك لهنا عندك كونديسيونات مادام عندك كونديسيونات شو
ليه؟ تو بعد نكلم. لحظة بربي تنجيكم لحظة. سامحوني أني رجعت لك. بيه نكمل. وين وصلنا؟ وصلنا شك نميرو إتينيك. لهنا إنيك كما قلت لكم المو إنيك إش معناها؟ معناها رو اللي مو ذاك ما يتعاودش، معناها هذه كونديسيون. وقال لك زادة فورمي دو ويت شيفر، معناها رو النميرو هذاك لازم يتكون من ويت شيفر. دونك سيتين كونديسيون أخر. وكومونسون أوبليغاتوارمون بار 65 و 66 كما العاده. هذه كونديسيون. دونك انت كي يكثروا عليك لي كونديسيون في بلاصه تعمل ريبيتي جيسكا كما هنا الان عملنا جيست ريبيتي جيسكا في جيسكا عملناها الان في الانترفال هذاك. كي يكثر عليك الكونديسيون من المستحسن تستعمل بوكل تستعمل فونكسيون. هذه شدوها كم خير. كي يكثروا عندك لي كونديسيون كما هنا حاول تستعمل ان فونكسيون. واضح؟ باهي واضح يا جماعة. نعم ايه. لا هو مش هو ديما الاكزامانات شي يعطيكم. شوف لهنا كيما هذا الاكزامان تاع الاول يعطيك الالغوريثم ويقول لك اول كيستيون. شوف الكيستيون الاول هو تعمل تراديكسيون تاع الالغوريثم تحوله لباسكال اللي هي هذه البارتي هذه سورس دو نوت. اي واحد حتى مش فاهم حتى شيء ينجم يجيب بها ينطر بها النوت. البارتي الاول على 6 بوان. شوف معناها سهله برك جيست الالغوريثم باش تبدلها باسكال. بالنسبه ثم شكون قال كيما تجيكش الالغوريثم هاني قاعد نفسر لكم نسهل لكم 190% باش تجيكم الالغوريثمات راه ديما تجي. علاش في بالي 2018 العام الاول ولت عام الاول ولت عام الاول في بالي ديما ولاو يعطوا دي الالغوريثم باش يسهلوا لل لي ستيديون. بي واضح شنو؟ تراديكسيون ها وين في التابلو حط لك على 6 بوان. تراديكسيون برك على 6 بوان معناها تنجم تضمن 6 بوان وتلقط من الجماعه الاخرين 4 بوان ولا اكثر حاول لا تجيب 10ك. وحتى سهله معناها مش صعيبه. حتى قلت لك مش كفاهم حد شيء في الانفوتا وتنجم حتى ال 10 تجيبها بالمرتين. ب اللي بعدها
باش نشوف لك لهنا ديما لي كونديسيون برك باش نوري لكم كيفاش معناها تطلعوا لي كونديسيون كيفاش تخدموا بها. لهنا 20 سم لهنا جيست هذوما هما لي كونديسيونات اللي طالبهم منك باش نتعدى ليكزام اخر باش نوريكم لي نونسي وكيفاش يعطيك. بار اكزومبل هذا شنو عطاك؟ عطاك وين لحظه ديما هاي الالغوريتم كيما تشوفوا لهنا هذه الالغوريتم باش تعملها تراديكسيون اون باسكال. باهي شكون بعث ميساج؟ باهي نكملو. عنا هذا اكزام اخر شوف عطيك قالك on se propose de créer une application informatique pour un client donné ayant acheté un produit. مادام عطاك الان راهو 90% باش تستعمل باش تعمل رومبليساج نتاع التابلو. ان عطيك ان برودوي عطيك الان ابارتيان مادام ابارتيان للانترفال هذا دونك اوتوماتيكمون كيما قلت لكم تحطوا تعمل بروسيدير سيزي من غير لا تخمم. لو انه ما عطاكش لي زالغوريتم هذو اللي هي بالالغوريتميك 190% باش يعطيكم ديما يعطي تعملها بروسيدير سيزي. باهي هو 90% شوف اش تعمل لكم راهو كيما لهنا شوف في الاكزرسيس في الالغوريتميك شوف لهنا ما عطاكش الكونديسيون مي ثما كيستيون باش يقول لك زيد لي الكونديسيون هذيك في البارتي هاي قال لك اجوتي لي كونترول نيسيسير او بروغرام ان سوا في الانترفال هذاك هذه معناها باش تخدمها انت. هو جيست عطيك الاكرير واللير لازمك تحط مادام قلت لكم راهو موجود عليه كونديسيون لازمك الاكرير واللير تحطها في ريبيتي جيسكا. هذه بارتي من الكونديسيونات اللي حكيت لكم عليها. باهي خلينا نكملوا بور سلا اون دون الالغوريثم دو بروغرام سويفون هذاك نمبر دو مارك. باهي او عطيك لهنا عندنا فاريابل لهنا اللي سامي هو مسامي في الالغوريثم نتاعو نون تي قال لك سي لو نون دان برودوي كي دو تيتر ان شين الفا نيميريك. اش معناها الفا نيميريك؟ معناها راه فيه الالفابي كيما فيه لي شيفر معناها يتكون من دي زالفابي ودي شيفر. نعم لا 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 مش كود اسكي معناها نحكوا لهنا على الفا نيميريك بار اكزومبل معناها تقول له علي 2019 هذا الفا نيميريك مخلط كيما فيه لي زالفابي ومخلط باللي شيفر هذا اش معناها الفا نيميريك. قال لك بوفون كونتينير دي اسباس معناها الشين هذا لازم نعمل فيه ديزي سباس موجود فيه ديزي سباس لونغر نتاعو ماكسيمال 20 كاركتير دونك لهنا ثم كونديسيون باش نعملو وقت اللي باش نقرو نحنا النون بي لازمنا نحطوه في بوكل ريبيتي جيسكا. واضح شفتو لهنا هاي لهنا عطيك الاكرير دوني لير نون بي مش عامل لك عليها الكونديسيون لهنا شوف دونك انت في الكونديسيون هاي في الكيستيون الثاني قال لك النون بي سوا ان شين الفا نيميريك قال لك لازمو كونتينير دي سباس اي لونغير نتاعو ماكسيمال 20 كاركتير. اش معناها ماكسيمال سامحوني معناها في الريبيتي جيسكا تكتب له جيسكا لونغ نون بي لونغ هي فونكسيون بريديفيني تطلع اللونغير نتاع الشيء بار اكزومبل الكلمة هي تعطيه اللونج نتاع الكلمة هذه مو هذه ليه قداش فاهم الكاركتير تعطيك تروا كاركتير سي تي فونكسيون بريديفيني اللونج اون باسكال تولي لك اللانج بي واضح معناها هنا باش نعملو ريبيتي جيسكا واضح نزيد نكملو هذه الكونديسيون لهنا كان ثم واحد عنده كيستيون يتكلم نعم سمعني ما سمعتكش اللي هو هذا ايه تردوين ايه شبيه شبيه
هاني هاني لا هاني باش نوري لكم، راني تو جيت نحكي لكم اون جينيرال السيونس الاولى، وتو قاعد نفسر لكم كيفاش باش تخدم ليكزام كي ظل قدام. بعدين هانا باش نحكوا للاكزامات مازالوا زوز اخرين نتاع 2018، ومن بعد تو نختار اكزام نعملوا لكم نخدموه مع بعضنا تو. ب تو الاكزام اللي بعده هذا قال لك دون لو بيت دانفورماتيزي لو سيستيم دو ديرولمون دي ب هي ماري بالنسبه لي سباس هذوكم تو نحكوا عليهم من بعد في الكوريكسيون. تو جيست انك تشد انه ثم بوكل ريبيتي جيسكا في الحكايه بي. وإذا عندكم بليزير كونديسيون راك لازم تعمل الفونكسيون فيريف، تو نحكوا عليها كيفاش. وصلنا دي زيكزامان ان انستيتي دي فورماسيون دي سيت دي رياليزي ان ابليكاسيون بيرميتون ا سي كانديدا دو باسي ان اكزامان ا ديستونس. هذه جيست حديث معناها قاعد يفسر لك تو اللي به الفائده. ولا هنا قال لك ليكزامان اي كومبوزي قال لك دو ان كيستيون، معناها نحن عندنا تابلو مادام عطاك ديما الان كيفك راهو باش تعبي تابلو سهلة برشا، اللي هو قال لك التايم تابلو ان كما العادة باش تحطه في بوكل ريبيتي جيسكا، ولو طلب عن طلب منك انك تخدمه في بروسيدير والا فونكسيون تعمل بروسيدير سيزي باش نحكو فيه هذا الكل بعدين. سو فورم دو بروبوزيسيون انفاليدي سوا بار فري سي لا بروبوزيسيون اي كوريكت سوا بار فو دون لو كا كونترير. به تو زيد نحكو شوي لهنا قال لك اول بارتي انك باش تعبي تابلو تسميه كي. اش قلت لكم اذا ثم رومبليساج راك باش تعمل بروسيدير رومبليساج، وقبلها شنو باش تعمل؟ لانه اي تابلو لازم التاي تعرف التاي نتاعو قبل، دونك لازمك تعمل بروسيدير سيزي نتاع الان اللي هي موجوده في الانترفال هذا، دونك باش تحطها في بوكل ريبيتي وبعدين تعمل بروسيدير رومبليساج نتاعك. هذا ما زوج حوايج قال لك لهنا ainsi que les n réponses correspondant sous le format question 10 réponses. معناها التابلو شنو لهنا تندخلوا في الاكسبليكاسيون تاع البروبليم. التابلو هذا قال لك باش تحط لي فيه دي شين دو كاركتير. علاش؟ لانه فيه كيستيون، الكيستيون فيه دي هو باش يخدم على دي زيكزام، اي اكزام فيه دي كيستيون ريبونس. قال لك التابلو كي باش شنو باش نعبوه بالكيستيون دي، وتعمل قدام الكيستيون ديز وتحط قدامه الريبونس، والريبونس لهنا قال لك راه ما يكونش كان فري ولا فو كيما لهنا. شوف هذا ليكزامبل، ديما اول حاجه اقروا لينونسي ومن بعد شوفوا ليكزامبل توي حتى كان حاجه مش واضحه تو تفهموها اكثر. شوف التابلو كي باش نعبو دي كيستيون اللي هما هذه البارتي الاولى هي الكيستيون، ومن بعد يحط لك ديز ومن بعد يلصق لك الريبونس نتاع الكيستيون. نفس الشيء كيستيون ريبونس. التيب نتاع الشيء هذا شنو متكون من دي كاركتير ومتكون من دي سامبول اوتوماتيك. مو التيب نتاعو شين دو كاركتير، شين دو كاركتير اللي هو شنو شين دو كاركتير هو كيما ينجم يكون دي لتر، معناها ان انسومبل دي لتر كليم ميساج فور اكزامبل لو تو دو ريسيت هذا 60 شين دو كاركتير. المهم كلمه ومخلطه تنجم تكون لك فيها دي شيفر دي سامبول هذا يعتبر شين دو كاركتير. دونك التابلو هذا تابلو دو شين ب. عندنا كونديسيون لهنا، عندنا لازمنا نعبوه بالفورما هذه، معناها لازمك البارتي الاولى تحط فيها هكا الشين نتاعك الاول، بعدين الكونديسيون وين لهنا قال لك راهي الريبونس نتاع الكيستيون علاش هي كيسيان، تو نحكوا عليها البريمير ليتر بعد. قال لك الكيسيان ماهو ديما يا فري يا فو، والا يقول لك علاش لهنا شوف وين موجوده. قال لك اهي قال لك ان بروغرام كي سي اي هي اللي هي كيستيون ا شوا يونيك، معناها مش كيسيام هذيك اشوا من تيب المي هذه، معناها يا فري يا فو عندك ريبونس واحد. دونك نحن لهنا الريبونس اللي تنقراها ما مقسمهولنا على زوز، الكيستيون باش تقراها وحده والريبونس باش تقراها وحده ومن بعد تلاصقهم في بعض. الريبونس لهنا شنو لازم يكون هما لازم يكون قال لك 18 شين ماجيسكيل اول حاجه هذا كونديسيون عليه لازم يكون ماجيسكيل كي ريبريزونت لا ريبونس على كيستيون ال دو تيتر، معناها لازم يكون لي فالور اللي باش ياخوهم فري والا فو. دونك لهنا عندنا كونديسيون، معناها ما تنجمش انت كي تقرا ريبونس تحط له شين كيلكونك، لازم يتستيه يقارن يا يلقاه يا فري يا فو. واضح هذاك علاش لازم تعمل في وسط بوكل ريبيتي جيسكا بي.
واضح إلى حد الآن؟ كيفاش؟ ما سمعتكش. لا لا تورا مش نقاد، شوف تورا مش نقاد نفسر، جيست نفسر لك في لي كونديسيون. السيفي لقيت ان كيفك تقرا انت اول حاجه اقرا لي نونسي، لقيت اي حاجه فيها كونديسيون باش تعمل بوكل ريبيتي جيسكا. مي الخدمه هاني باش نوريكم كيفاش تخدموا بالضبط، مازلت راني مش نقاد نخدم، جيست تو نفسر لكم ان نونسي. كي تشوفوا اول نظره تقرا اول مره شنو تطلع، حاول تطلع لي كونديسيون اللي عندك الكل. لهنا عمل عن الان نعملوا ستارلوت افري سي فري ولا فوق شنو نعملوا ما تدري ولا كونتري فيها شنو نعملوا. ليه هاني تناخذ ليكزامبل هذا البروبليم هذا تحبوا نخدموه تو، مش مادام كنت تحب تزرب مش مشكل. به باش نخدموا البروبليم هذا باش نوريكم واحده واحده كيفاش تخدموا. اول حاجه قالك هذه قريناها ما فيها حتى شيء، جيست اكسبليكاسيون شنو يحب يعمل. قال لك اول حاجه ليكزام اي كومبوزي دو ان كيستيون افيك ان هيد سو فورم دو بروبوزيسيون ا فاليدي سوا بار بري سوا وقت اللي هي كوريكت الاجابه نتاعها تحط فوق فري، وقت اللي هي غلطه تحط فوق. هذه حاجه. ثاني حاجه قال لك شنو باش نعملوا نحن في البروبليم هذه بالضبط. قال لك بور سلا اون سو بروبوز دو كرير ان بروغرام، اسم البروغرام لهنا فرض عليك لازمك تسميه في الباسكال كي تخدم تسميه كي سي يو كي بيرمي دو لهنا الخدمه نتاعنا شنو باش نخدم. اول حاجه قال لك رومبلير ان تابلو كي اسم التابلو كي بار لي ان كيستيون انسي كو لي ان ريبونس كوريسبوندونت. اش معناه سو لو فورما لهنا شنو باش نعملوا باش نعبوا التابلو. كيفاش باش نعبو التابلو الكي اسمه كي والتايم تاعو ان. كيفاش باش نعبو؟ باش نقرو الكيستيون تاعنا وبعدين باش نقرو الريبونس تاعنا اللي هما زوز دو تيب شين دو كاركتير، ومن بعد نلاصقوهم في بعضهم ونحطو ما بيناتهم ديز باش يولو لنا شين دو كاركتير واحد. واضح؟ هذه البارتي الاولى تحب نخدمها لكم باش نفسر لكم كيفاش. هذه لي نونسي البارتي الاولى. البارتي الثانيه عندنا تابلو اخر باش نعبو اللي هو رومبلير ان تابلو اير. باهي باش نخدمو مع بعضنا بالطبيعة. رومبلير ان تابلو اير اسم التابلو هذا تابلو لول تابلو باش نحطو فيه لي ريبونس اللي هو ليكزامبل هذا لي كيستيون ريبونس نتاعك لاصقين في بعضهم هذا التابلو. بعدين التابلو الثاني جيست باش تحط فيه لي ريبونس نتاع لي كيستيون الموجودين في التابلو لو. بار اكزومبل التابلو هذا شنو فيه؟ مش البارتي الاولى اللي قبل الدييز هي الكيستيون واللي بعد الدييز هي الريبونس. قال لك شد هز لي جيست الريبونس حط لي في التابلو ار. بعدين الكيستيون الثاني هذا تهز لي الفري وتحطها في التابلو ار. لهنا فري تحطها لهنا، هذه فوق تحطها لهنا، هذه فوق تحطها لهنا، انسي دي سويت. بار اكزومبل لهنا عندنا 5 كيستيون ريبونس لي كيستيون تاع ليكزامان، جيست تهز لي ريبونس نتاعك تحطها في التابلو، معناها التابلو الثاني باش نحطو فيه لي ريبونس برك. واضح؟ الرابعة هاك التمرين. لا شوف لهنا بالنسبة للتابلو الثاني، التابلو الثاني هو وين؟ رومبلير ان تابلو اير بار لي ان ريبونس فورني بار ان كونديدا. هذه الكونديدا شنو هو؟ الحاجه مشكم فاهمينها هنا، الكي هي لي كيستيون والريبونس نتاعهم الصحاح. واضح؟ هذوم لي كيستيون والريبونس نتاعهم صحاح، والاير هي لي ريبونس اللي تي يجاوب بها ليتيديون. شوف لهنا اش قال لك ما كملناش قرينا. رومبلير ان تابلو اير بار لي ان ريبونس فورني بار ان كانديدا، معناها كيما ينجموا غلطين كيما ينجموا صحاح. واضح؟ واضح ولا الصوت مش واضح نتاعك؟ واضحه البارتي هذه ولا ب؟ قالك ساشون كو ار اي ايتين شين ماجيسكيل ب، معناها لهنا التابلو اير مو الريبونس نتاع الكانديدا اللي باش يعدي باش يحط يا فري يا فو. قالك لازم الريبونس يحطها بالماجيسكيل هذا كونديسيون.
وي اتين شان ماجسكي كيرب. صوتك مش واضح. رام ب ساشون ك ار اي اتين شان ماجسكي qui représente la réponse du candidat à la question. شنو يا سامحني ناخذ مع بعضنا دو تابلو يعني من بوزيسيون ديز باش نعمل كوب. نو 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 هذه ريبونس بعد تو نحتاجوها الفاز هذيك. بالنسبه للتابلو الاول فيه لي كيسيون لي ريبونس نتاع البيرسون هذاك. الكيسيون ريبونس نتاع الكيسيونات الصحاح هذا الكي. بالنسبة للإير هي ريبونس متاع الكانديدا. بعدين تاو نقارن باش علاش البارتي الأخرى باش يقول لك احسب لي النوت متاع البيرسونا ذاك. تاو تشوفوا كيفاش. المهم تاو لينونسي الكيستي التابلو كي باش نحطو فيه لي كيستيون ريبونس متاع الصحاح. معناها انت باش تعدي اكزامان الريبونس الصحيح. والإير هي لي ريبونس متاع بار اكزومبل اتيديون باش يعدي ليكزامان هذاك جاوب عليه للاجوبه نتاعو. بعدين في الاخر شوف لهنا اش قالك. قالك راهو التابلو كي دو اي فيه دو فالير برك. الكي دو اي سامحوني الار دو اي. الار دو اي لهنا قالك ايتين شين ماجسكي معناها التابلو الار اللي باش نحطو فيه لي ريبونس نتاع الاتيديون ينجم يكون يا فري يا فو ولازم الفري والفو لازمها اون ماجسكي تكتبها. واضح. il doit être اواني il doit être vrai ou faux. ب توا البارتي الاخرانيه افيشي. شنو هو الافيشي؟ ديما الافيشاج سيتين بروسيدير. هذه شدوها عندكم. الافيشاج ديما يكون كان بروسيدير. ب لهنا البارتي الاولى لو نومبر توتال دو بوان اوبتيني. توا باش نولوا نحسبوا سكور يعني المويان تاع ليتيديون. قالك نو نومبر توتال دو بوان اوبتيني بار سو كانديدا ما هو باش يعدي باش نعطوه نوت ساشون كو بور شاك ريبونس كوريكت. لهنا قالك بور شاك ريبونس كوريكت باش نزيدو له سكور نتاعو والا الموان نتاعو دو بوان. سينو اون روترونش دو معناها وقت اللي يكون صحيح الجواب نتاعو كيما لهنا الكانديدا جاوب فو والكيستيون ريبونس نتاعها فو دونك نزيدوه دو بوان. لهنا عندنا ليتيديون جاوب فري والكيستيون فري نزيدوه دو بوان. نفس الشيء لهنا نزيدوه دو بوان. لهنا فما ديفيرونس ليتيديون جاوب فري وهو فو دونك باش نقصوا له دو بوان ومن بعد نزيدوه دو بوان في البارتي في الكيستيون الاخرين. دونك عنده الكيستيون هذا برك غلط الكاترين باش نعملوا له ريترونش دو بوان. بي البارتي الاخرانيه اللي باش تافيشه الاولى قلنا نافيشو البوان اوبتيني يعني النمبر دو بوان اللي تحصل عليها ليتيديون هذاك. والبارتي الاخرانيه باش تافيشي تو دو ريسيت كالكيلي يعني تو دو ريسيت عطيك عليه قاعده اللي هو النمبر دو بوان اللي حصلناهم صحاح نمبر دو ريبونس. سامحوني النمبر دو ريبونس صحاح بار اكزومبل لهنا قداش عمل ريبونس صحيح. الاول صحيح الثاني صحيح الثالث صحيح الرابع غلط الخامس صحيح دونك عمل اربع كيستيونات صحاح. وعلى ان الان قداش عندنا اللي هي قداش عندنا من كيستيون على 5 يعني 4 × 5 فواصون باش تلقى تو دو ريسيت نتاعو. واضح هذا هو البروبليم كان واضح ولا فماش حاجه مش واضحه؟ باهي صافا. بالنسبة للجوهر وينك يا جوهر؟ تو بربي تدخل وتخرج وكيما يجي. به نكمل وي نبدو نخدمو في البروبليم وي. فيها بلا نسمك ما معطبنا. نعم اي في ما انا ديما ما نعرفش فيها ما معناتها نحط بروسيدير رومبليسور سيزي وبعد نحط لافيشاج ما فهمتش كيفاش لافيشاج في الاخر ديما اخر بارتي هي لافيشاج معناها بعد الخدمه نتاعك الكل باش يقول لك افيشي لي حاجه ديما اخر حاجه هي جيست لافيشاج. اول حاجه هي اذا عندك تابلو بالطبيعه نحن تو نخدموا على دو تابلو. اول حاجه باش تعمل السيزي نتاع الان اللي هو التايم تاع التابلو الزوز قد قد علاش بعد تعبي التابلو كي
اللي هو التابلو دو شين باش نحطوا فيه لي كيستيون و ريبونس الصحاح بالطبيعة. بعدين الكونديدان نتاعك باش يحط لي ريبونس نتاعو اللي هما لازمهم يكونوا يا فري يا فو او ماجيسكيل هذوما. واخر حاجه باش نحسبوا لي بوين وال التو دو ريسيت نتاع لي بيرسونال لوك. واضح باهي. تو باش نحل تيربو باسكال. اول حاجه نمشوا نحن للوطه باش نلقوا الالجوريثم. تحت الالجوريثم يبدو الكيستيونات. اول حاجه شنو قال لك؟ ترادوير الالجوريثم كي كي سي يو او ان بروغرام باسكال. هذه البارتي الاولى. بعدين البارتي الثانيه نتاع الكيستيون الاول اجوتي لي ديكلاراسيون نيسيسير باش نكملوا ساعه التراديكسيون تاع نوريكم كيفاش تعملوها. بعدين الديكلاراسيون باش نوريه لكم ثاني سهله. زوج سهلين هذوك. به نطلع الفوق في الالجوريثم تاعي اللي هو باش نكوبي بالبارتي بالبارتي ونبدلها لكم. هذا البارتي الاولى. اول حاجه شنو هو دو بي؟ دو بي نتاع البروغرام شنو يولي في الباسكال؟ كلمه دو بي تولي لك بروغرام. كلمه بروغرام هذيك دو بي تولي بروغرام. الاسم البروغرام يبقى نفسه. بعدين تعمل بوان فيرجيل. يعني باش نبدل لكم بالفليكي معناها جماعه مش فاهمين ثم شكون بالطبيعه مش فاهم حتى شيء باش نوري لكم البارتي باهي. بعدين تعمل يوز سوان سي ار تي من غير لا تفهمها. هذه 60 بيبليوتيك يوز سوان سي ار تي خاصه بالسيستم معناها ما عند ديما موجوده ديما موجوده. جيس لهنا البارتي زوز سطور هذوما شنو اللي يتبدل فيهم؟ يتبدل كان اسم البروغرام سمي اللي تحب باهي. لهنا بعد اليوز سوان سي ار تي شنو باش نعملوا؟ بعد اليوز سوين سي ار تي هي تعمل البيجن اند بوان. هذوما نتاع شنو البيجن والاند بوان؟ هذوما ثم حاجه اسمها البروغرام برينسيبال في الدوفوار اللي هي ديما اي بروغرام عنده البروغرام اسم بروغرام اليوز سوين سي ار تي. لهنا تعمل لي سو بروغرام نتاعك لي بروسيدير ولي فونكسيون تحطهم لهنا فوق ما بين البيجن واليوز سوين سي ار تي. لهنا تحط لي فونكسيون نتاعك ولهنا تحط البروغرام برينسيبال تحط الخدمه نتاعك لابيل نتاع لي بروسيدير ولي فونكسيون اللي استعملته. لهنا باش نحطوا اول انستركسيون عطاها لنا في البروغرام برينسيبال اللي هي ريبيتي اكري. ريبيتي في الباسكال شنو تولينا؟ تولينا ريبيت ريبيت باش ننظم البروغرام نتاعي. سامحوني لحظه يس بروغرام برينسيبال مسيو نجم باش ننظم البروغرام نتاعي نعمل سو فورم كومونتير. نجم تنجم مش مشكل تنجم باش تفسر لو انت الخدمه نتاعك تعمل كومونتير مريك باهي. ريبيتي كيما قلت لكم اي وي صحيح هكاك امورك مريقله تنجم تعمل هكاك. ريبيتي تولي لك ريبيت اون باسكال. هذه لازمك تحفظها لازمكم تحفظوهم. ديموكلي هذه كيفاش تراديكسيون من الالغوريثم باسكال. اكرير في الباسكال تولي لك رايتالين رايتالين. الدو كود هذم اون باسكال يولوا لك سامبل كود واحده معناها عندك زوز تعمل تبدلهم سامبل كود في الباسكال. وديما الانستريكسيون تحط في الاخر بوان فيرجيل. مي ريبيتي والبيجن ما تحطش قدامهم بوان فيرجيل. ريبيتي والبيجن ما تحطش قدامهم بوان فيرجيل. الرايتالين تحط قدامها بوان فيرجيل. الليرة هذيك نعم صح ريد الان والان الانستريكسيون هذه تحط قدامها بوان فيرجي. ديما الانستريكسيونات كيفك. بعدين الجيسكا هذه في الباسكال اش تولي؟ تولي انتر انتر كيفك. هذوما راه لازمهم يتحفظوا. والدون دون هذه في الفرنسي في الباسكال تولي لك ان. في الانتر تعمل بوان فيرجيل هنا. واضح يا اشرف وجماعه به اظن جيت تحفظهم. ريبيتي تولي لك ريبيت. الاكرير تولي لك رايتالي. اللير تولي لك ريدالي. والجيسكا تولي لك انت. هذه البارتي الاولى. نرجع للبروغرام نتاعي اللي باش نكمل هذه البارتي. شفت هذه
بارتي هذه عملت لها توا تراديكسيون توا تعدل البور اللي هي النيميرو دو هذه الكل باش نعمل لها كوبي باش نوريكم كيفاش تتبدل. تعمل لها كوبي اول حاجه في البروغرام تاعك هنا بور هذه في الباسكال اش تولي لك؟ تولي لك فور ده فور اي اي دو ان تولي لك دو بوان ايغال اي دو ان تولي لك دو بوان ايغال ا تولي لك تو ان الفير تولي لك دو ب ديما اي بوكل لهنا في الريبيتي ما عملناش بيجن واند في البور تعمل البيجن نتاعك والاند نتاعها اللي هي سامبور لهنا بدلها بالاند كونفرجيت واضح ب توا الاكرير هذه كما العاده الاكرير تولي لنا رايت لا دوني تولي دو كوت هذيك تولي سامبل كوت الميساج ما يتبدلش مسيو انا عملت الاند كونفرجيت دوني لا بروبوزيسيون هذيك الدوبل كوت هذه نفس الشيء تعمل سامبل كوت وفي الاخر تعمل كونفرجيت ب شو هذا ولا بروجرام بس نعم اي اللي موجود ما بين شوف اللي موجود ما بين البيجن هذه والاند بوان هذا كله بروجرام برينسيبال معناها اي هو الالجوريثم شوف الالجوريثم اللي يعطيه لك ديما حطها ما بين البيجن والاند بوان واضح ب اللير اللير تولي الكريدالي كيستيون هذاك فاريابل خليها كيكا تعمل بوان فيرجيل ريبيت تو ريبيتي قلت لكم تبدلوها بريبيت به نفس وما نعملوش قدامها بوان فيرجيل ما نعملوش قدامها هي بوان فيرجيل وما نعملوش قدام البيجن بوان فيرجيل وما نعملوش قدام الفور بوان فيرجيل والريبيتي ثاني الريبيت ما نعملوهاش بوان فيرجيل الضمة ديما شدوها الاكرير كما العادة تعمل رايت تالي دوني تعمل دوبل كود هذيك تولي سامبل كود غادي لهنا باش دوبل كود نزيد نبدلوها بسامبل كود وتعمل بوان فيرجيل نفس الشيء تتعاود اللير تولي الكريدالان اللي فوسط البارامتر هذيك الريبونس تبقى نفسها بوان فيرجيل نعم اشرف لا لا البروك نحاها كومبليتمون جيست تخلي اسم البروسيدير هو مو في الالغوريتم بروك تنحي كلمة بروك هكا تخلي جيست لابيل نتاع هذا يعتبر ابيل هذا يتسمى ابيل تو نفسر لك بعدين كيفاش وديما الانستركسيون تم بالبوان فيرجيل كلمة بروك تنحاها والا عندك كلمة اف ان فوسط بلاصة اخرى تنحي ثاني الاف ان هذا يعتبر ابيل نتاع بروسيدير تو نحكو كل مرة نعطيكم معلومات باش ما يكثرش عليكم الشيء ب جيسكا كما قلت لكم انتر انتر ديما وين تلقى ريبيتي راهي عندها جيسكا ريبونس ايغال لهنا دوبل كود قلت لكم تبدلوها سامبل كود والاو تولي اور اور والدوبل كود هذه تولي سامبل كود وتعمل بوان فيرجيل ب لهنا اخر وحده الانستركسيون ريسوا تولي لك دو بوين دو بوين ايغال هيك ريسوا تولي لك دو بوين ايغال هذه تولي سامبل كود دوبل كود هذيك تولي سامبل كود وفي الاخر بطبيعه تعمل بوين فيرجيل هذه كملناها البلوك الدوزيام بلوك كملناه واضح واضح الى حد الان لا لا هذيك 60 شين ما تلمسهاش علاش هو مخليها دياز شوف علاش شوف اللي نونسي مش قال لك لازم الريبونس ما بيناتهم دياز شوف يقرا لي كيستيون وحده والريبونس وبعد يلصقهم في بعض هذيك لازمها ديما موجوده هذه بالبليس عملها لك بالبليس نفسها كونكات هذه البارتي هذه بركه تنجم تكتبها بالفونكسيون كونكات تعمل كونكات شنو تحط له الكيستيون اللي هو هذا البارامتر الاول تحط له ثم فيرجيل تعمل الدياز هذيك فيرجيل وتكتب الريبونس نفس الانستريكسيون كيف كيف هذوما يعطوك نفس الريزلتا وتعمل بوان فيرجيل واضح الكونكات هي تعمل لك تلصق لك دي شين دو كاركتير في بعضهم لا لا مش كوبي كوبي حاجه اخرى اللي هو السوشين الكونكات تلصق لك دي شين بار اكزومبل باش نعطيك مثال هنا تو تفهم بار اكزومبل تقولها كونكات
اونتر بارنتيز الشين الشادي فيرجيل الشين الثاني زينوبي بالطبيعة باش نخلي سباس لهنا فيرجيل الشين اللي بعده 2019 شنو باش تعطيني الريزلتا نتاعكم كاتب باش تعطيك الشين الشادي سباس زينوبي سباس 2019 علاش عملنا سباس لهنا لاني حطيت لها سباس قبل زينوبي لهنا وحطيت لها سباس قبل 2019 واضح اش تعمل كلاسيك ريجريشن بكاركتر في بعضهم هذه الكونكات شنو تعمل واضح به تو التروازيان تروازيان باش نعملوا لها التراديكسيون ديما نكوبوهم بالترتيب منظمين تعمل كوبي لهنا اش قلنا نحن البورش تولي لك فور الاي دو 1 تولي لك دو بوان ايغال دو بوان ايغال 1 الا تولي لك 2 والان دو فير دو هذيك ديما اعمل البيجن والاند بتاع الفور اللي هي الاند بتاعها تمشي للفان فور تعوضها بالاند بوان برجيل ربكم لا تعملوا اند بوان الاند بوان هي النهايه بتاع البروجرام كامل ديما اند بوان برجيل به ريبيتي لهنا تولي لك ريبيت كيما الاند ريبيت واضح جيسكا قبل نوصلوا غادي نعملوا اكرير اكرير شنو تولينا تولينا رايتالين ب هذه تولينا سامبل كود وهذه سامبل كود وفي الاخر تعمل بوانفرجيل كيما العاده ديما نعاود لكم الريبيتي قدامها ما تحطش بوانفرجيل البيجن ما تحطش بوانفرجيل وقدام الفور ما تحطش بوانفرجيل قاعد نعاود لكم باش تشدوهم راه به اللير تعمل ريدالين ب ريدالين لهنا ار دو اي تعمل بوانفرجيل كما العاده قلت لكم البروك كلمه بروك تنحاها كلمه بروك والا كلمه اف ان مرات تلقوا اف ان تنحي كلمه وتخلي جيست لابيل هذاك تعمل بوان فيرجيل جيست كاش شنو تولي تولي لنا نعم جيست كات تولي لنا انتل بالنسبه لماري بالنسبه للفونكسيون وي تو نحكوا عليها تو ثما دي زيكزامان موجودين فيها الفونكسيون تو جيست خلينا لهنا به ايتيغال دوبل كود قلت لكم تبدلوها بسامبل كود هذه تولي اور 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 وهذه تولي سامبل كود بالطبيعه وتعمل بوان فيرجيل به هذه الخدمه نتاع فاد تو الكاتريان انستركسيون اللي هي هذه نخرجوا من غادي تعمل هكا كيما العاده الكلمه بروك تنحاها نحو كلمة بروك خلو جيست اسم البروسيدير وفي الاخر تعمل بوان فيرجيل ب توا فان كي سي اللي هي الاند بوان اللي هي هذا اللي خدمناه توا على 6 بوان على 6 على 6 ونص مش حتى 6 بوان على 6 ونص صعب صعب برشا نعم كيفاش لا 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 هذيك في الالغوريتم هذيك في الالغوريتم مي في الباسكال في الباسكال جي تستعمل اند بوان هذيك في الباسكال اند بوان ما تجيش الكي سي اي تتنحى جي تعوضها باند بوان واضح هذه على 6 بوان ونص معناها شنو مازال لك للعشرة مازال لك بريسك 3 بوان ونص ما تنجمش تدبرهم بطبيعه تنجم تدبرهم باك لي كونديسيون اللي اعطيتها لكم انا والرومبليساج وتخدم الخدمه نتاعك حاولوا ليه تنطروا 10 بالمرتين واضحة البارتي هذي البارتي هذي واضحة يا جماعة بالنسبة الجوهر شبيك خرجت تسمع فيها جوهر جوهر باهي خلينا نكمل باهي واضح البارتي هذه نكملوا نعم نعم باهي البارتي اللي بعدها قال لك لهنا
هذه تراديكسيون. البارتي الثانيه نتاع الكيستيون قال لك اجوتي لي ديكلاراسيون نيسيسير، ديكلاراسيون تاع لي فاريابل اللي استعملناها. شنو باش تعمل ده؟ باه اول حاجه تبدا من البيج نسمع فيك بعد لهنا البيجل شنو باش نعمل؟ كي يقول لك اعمل ديكلاراسيون اجوتي لي ديكلاراسيون، تو يعني باش ناجوتي لي ديكلاراسيون تاع لي فاريابل الكل اللي استعملت. نبدا لهنا بدايه من البيجل شنو؟ نشوف لهنا اش عندنا؟ قرينا الفاريابل ان، دونك لهنا لازم نديكلارو الفاريابل. اش معناها نديكلارو؟ معناها نصنعوه الفوق، لازم البروغرام يعرفه، يعرف النوعيه نتاعو شنو بالضبط. به لهنا مادام موجود في الانترفال 5 ديس اشرف تعرف لي تيب نتاع لي زليمون الانتي والريال والكاركتير باهي معناها انتي سي تان نومبر انتي لهنا مادام الان مادام موجود في 5 ديس دونك سي تان انتي. الانتي كيفاش ديكلاري؟ لهنا تمشي تعمل كلمه كلي قبل البيجن نتاع البروغرام برينسيبال قبلها وقبل وبعد اليوز سوين سي ار تي تكتب فار الفاريابل الاول اللي استعملناه اللي هو الان تعمل دو بوين الانتي اون باسكال يولي انتيجر وتعمل بوين فاريبل. هذا اول فاريابل استعملناه اللي هو الان واضح. ثاني فاريابل هنا عندنا الاي موجوده في البوك البور نجم نحط ان بايت شكون لقى الان بايت؟ علاش تحط فيها تو ان بايت؟ شكون قال نحط الان بايت؟ ماري باهي لا انت ولا الانترفال نتاعك انت ولا الانترفال الانترفال نتاع البايت قداش من المفروض خلي انتي وما تكسرش راسك برشا هكاك تعمل فيها جوج ما بصراحه دونك تنجم تحطه مادام الانترفال من 0 ل 255 تنجم تحط بايت ما يحط انتيجر وسايب عليك خلي سايب عليك خان باهي الفار اند بوان انتيجر هذه واضح. توا نتعدى للانستركسيون اللي بعد اعطيك فاريابل اي استعملنا فاريابل اخرى دونك نجي بحذا سي تان تي بونتي علاش؟ لانه من الان يبدا والان سي تان نومبر بونتي دونك تجي لهنا بحذا الاي يا تعمل هكا يا تعمل اي دو بوان انتيجر اخرى طريقة الاولى هذه والا تجي تعمل فيرجيل بحذا الان وتعمل اي طريقتين هذوما صحاح معناها راهو الان والاي نفس التيب. ب توا نتعدوا للبارتي الثانية اللي هي رايت الين ريد الين. لهنا عندنا فاريابل اسمه كيستيون اللي هو شنو هذا؟ اللي هو الشين دو كاركتير في الباسكال. الشين دو كاركتير شنو؟ سترينج. الشين دو كاركتير تولي سترينج ب كلمة كيستيون نعم لا ستين فاريابل كاستيون راه كيما الان استعملنا نعم ما اي حاجه مكتوبه قدام ريدالين اي صحيح اي حاجه ديما اي حاجه موجوده في الريدالين ديكلاري واضح عندك الكيستيون وعندك الريبونس زاد هي شين دو كاركتير تشوف في لينونسي الكيستيون ويني خلينا نرجع لنونسي الكيستيون اللي هو هذا الكيستيون هو اللي هو هذا 60 شين دو كاركتير شين بالباسكال تولي لك سترينغ الريبونس ثانا قال لك هو باش نطلع قال لك 60 شين دونك التيب نتاعو سترينغ زاد مسيو ورينا بربي لحظه صبر تصل باهي مسيو ورينا كيفاش نعمل لون ريجسترمون في اخر سيونس باهي يا جو باش ان شاء الله باش نوريكم باهي نكملو قلنا ريبونس والكيستيون سيتين شين كما العادة مادام هم نفس التيب نجم تعمل ما بيناتهم فيرجيل كيفك والا كل واحدة ديكلاريها واحدها زوز صحاح
ب توا نتعدوا قرينا ريبونس جيسكا لهنا عندنا بروسيدير ما عنديش حتى دخل لهنا نفس الشيء لهنا عندنا شوف عندنا كي اللي هو تابلو اي تابلو في الخدمه نتاعك لازم تديكلاري سي تام فاريابل زاد مي مش كيف الاخرين في لي فاريابل العاديين ديكلاريهم كيفك جيست بالمكلي فار كيما الان والاي والكاستيون مي تابلو هاي الطريقه كيفاش ديكلاري تجي قبل الفار تعمل المكلي تايب كلمة تايب بعدين تصنع تابلو فار اكزومبل باش نسميه تاب تسمي اي اسم انت تحب عليه تعمل ايجال اري هذه الفورما كيفاش ديكلاري تابلو تصنع تابلو وتحط اونتر كروشي شنو تحط لهنا التابلو لهنا اللي عنا خلنا نرجع لل التابلو كي التايم تاع منين يبدا لمنين لي زانديس يبدا من الان جيسكا 5 شنو هي 5 جيسكا ال اللي هي البورن السيبرير نتاع الان اكثر حاجه قداش نجم تاخوها ديس دونك لهنا في لي زانديس نتاعو تحط له من الان دو بوين جيسكا 10 واضح هذا تاع 5 نعم نو 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 التابلو ديما يبدا من الانديس 1 واضح التابلو ديما يبدا من الان والبورن الاخرانيه الانديس الاخرانيه اللي هي البورن ماكس نتاع الان اللي هي ديس دونك من الان ديس اوف شنو باش نحطو فيه نحن التابلو باش نحطو فيه ديشان دو كاركتير دونك اوف سترينج وتعمل بوان فيرجيل لهنا بعد لا تعمل الموكلي سامحني لحظة شنو هو اه دي ان تبدا من 5 سترينج مسيو يخي بالطبيعة شوف الفرق شوف لهنا راه قال لك التايم تاع بلو 5 اما ما قالكش لي زانديس نتاع تابلو 5 لي زانديس حاجه والتاي حاجه كي يقول لك ان ايتيغال 5 معناها راه التابلو فيه 5 ليمون واللي زيليمون يبدو من 1 جيسكا 5 كي يقول لك 10 الان راهو لي زيليمون يبدو تاع التابلو من 1 جيسكا 10 هذاك شنو الفرق ان شاء الله يكون واضح ب نكملوا لهنا وين وصلنا اوف سترينج البورن الان اللي هنا ما تخليش بورن ان تخليها تحط الماكس نتاع اللي هي 10 ما تحطش بورن ان واضح ديما يا اشرف ديما وين تستعمل الموكلي تايب باش تصنع تابلو تجي تحت الفار لهنا واسم التابلو نحنا اللي تنعملوا له ديكلاراسيون اللي هو الكي تمشي تعمل فار كي دو بوين اسم التابلو اللي صنعته انت سميته تاب تعمل هكا بوان فيرجيل واضح كي دو بوين تاب هذه تتحفظ راي كيفاش تصنع تابلو تعمل موكلي تايب سمي اي اسم تحب عليه اتيكال هذه تبقى ديما نفسها الري انتر كروشي هذه تحط لي زانديس منين باش تبدا ديما تبدا من الان جيسكا شنو جيسكا البورن سيبيريور نتاع الان اللي هو التاي ماكسيمال باش ياخذوا الان اوف وتحط التيب نتاع التابلو شنو باش نحطوا فيه باش نحطوا فيه شين دونك باش تولي لنا سترينغ هكا نكونوا عملنا ديكلاراسيون نتاع الكي احنا عندنا زوز تابلوات دونك مازلنا باش نعملوا ديكلاراسيون نتاع الاير ها هو الاي عملنا لها ديكلاراسيون الان عملنا لها ديكلاراسيون الاير تاب شنو مازلنا كان الاير دونك نفس الخدمه التابلو اير شنو باش نحطوا فيه نجم تحطو كيف نجم تعمل تابلو دو شين تزيد تابلو اخر والا تعمل مع هذا معناها تجيب احدى فيرجيل اير وتحط تاب علاش احنا عملنا نفس التابلو لانه هذا تابلو دو شين الاول وهذا تابلو دو شين معناها تنجم تحطهم نفس النوعين واضح يا جماعه كان تم مبالغ خمسة فرد نفس اول حاجه نفس التاي كيما التابلو الاول علاش نفس التاي لانه هذا لي كيستيون وهو ريبونس نتاع لي كيستيون يعني لازمهم يكونوا قد الكيستيون معناها عندك 20 كيستيون راه عندك 20 ريبونس هذاك علاش نفس التاي دونك هما نفس التابلو هذا عملناهم نفس التابلو هذاك علاش لانه التاي نتاع التابلو لازم يكون كيف وزيد الكونتيني نتاعهم دو شين دو كاركتير دونك نجم تحطهم نفس التاب واضح واضح يا جماعة
يلزم نفس التاي، يلزم نفس التاي ونفس التيب بالطبيعة، لأنهم لهنا نحن عنا التابلو. ها وانت تشوف الاكزامبل بركة تفهم كل شيء. هذا التابلو دوشين وهذا باش يحط فيه شين وزيد هاو الفوق راه قال لك، قال لك شوف، قال لك راه باش نعبوا الكي بار ان ريبونس كوريسبون سو لو فورما هذي. توا انت عندك الشين هذي موجود ما بيناتهم دي اس اوتوماتيك مور شين دو كاركتير، والتابلو اير قال لك باش نحطوا فيه ان ريبونس والريبونس هذوكم سيتين شين دو كاركتير اللي هما ساشون كو ار اي تين شين ماجيسكيك، معناها دي شين دو كاركتير. واضح، واضح البارتي الاولى. لا هذيك سيتين، هذيك سيتين بروسيدير باش يطلب منك، هذا يتسمى ابيل مي الخدمه نتاعها. نعم اي هي هذه. توا انت المفروض عليك ما يهمكش شنو هو الكود هذاك، توا هو طلب منك شنو، طلب منك انك تجي تعمل تراديكسيون ومن بعد الديكلاراسيون تاع لي فاريابل لهنا ما يهمكش. مي هاو الوقتش باش يولي يهمك، باش يجيك في الكيستيون سي سي يقول لك ديفلوبي البروسيدير هذيك انت باش تمشي تخدمها. قال لك الرول نتاعها كونفرتي ان شين دو كاركتير دوني اون ماجيسكي، وقتها تو تولي عندك شتا تعمل به، تعرفها شنو تعمل. توا جيس تعمل التراديكسيون، قلت لك التراديكسيون انها بروك نحاها تخليها كيما كيكا ما تلمسهاش. واضح، واضح. نحن تو جيس استخدمنا الكيستيون لول، الكيستيون لول واضح. نحكي معكم يا جماعة. باهي باهي. توا الكيستيون لول بركة حسب راكم لقديش، 6.5 وزيدها 1.75 8.25. كيستيون لول معناها بريسك مش وصعيب أصل، أي واحد ينجم ياخد. كي تطبقوا اللي عطيتهولكم ناتو تخدموا فاسيلمون، برا نقولوا حتى غلطت غلطة ولا غلطين تجيبش فيه 7 بونتو على 8.25، 7 بونتو شيء كبير. توا البارتي الأخرانية اللي هي نبدو نتعدوا للبي. توا شنو قالك لهنا؟ قالك دون لا سيكونس دو، على شنو يحكي؟ يحكي على هذه نيميرو دو، معناها لونسومبل دانستركسيون هذا الكل. سيكونس دو هو دو كامل. شنو قالك عملو؟ قالك اجوتي لي كونترول نيسيسير على فاريابل كيستيون بور ريسبكتي لي كونترانت ديكريت بريسيدمون. هو اش قالك على الكيستيون؟ نطلعو الفوق. قالك الكيستيون اللي هو لهنا اهو، قالك راهو الكيستيون ديزيني لا بروبوزيسيون ا فاليدي الي فورمي دو موان 4 كاركتير. هذا الكيستيون نقول قالك الي فورمي دو موان 4 كاركتير، معناها اللونغير نتاعو لازمو على الاقل 4 كاركتير. فهمها الجمله يا اشرف، الي فورمي دو موان 4 كاركتير معناها على الاقل الطاي نتاعو يتكون من 4 كاركتير. هذه حاجه، معناها هذا الكونديسيون الاول. والكونديسيون الثاني قالك كومونس بار ان ماجيسكي، معناها الكاركتير الاول نتاعو 60 كاركتير ماجيسكي. به كيفاش باش نعملوها هذه؟ لا لا هذا جيست فاريابل اهو. شوف شوف الالغوريثم الباسكال اللي خدمنا لهنا، يحكي لك لهنا، يحكي لك على الريت الان كيستيون والرايت الان. قال لك زيدني الكونترانت نتاعها، هي ماي في كونديسيون، عندنا كونديسيون عليها. مش قلت لكم اي حاجه عندها كونديسيون تحطها في وسط بوكل ريبيتي جي سكار. واضح، معناها تجي قبلها تعمل ريبيت وتجي بعد الريت الان بالضبط وتعمل انتر. نعم واضح ولا؟ شنو؟ ما فهمتوش. به شنو هو قالك الكيستيون؟ الكيستيون تاعنا قالك اجوتي لي كونترول نيسيسير على فاريابل، معناها اذا عندك دي كونديسيون على الكيستيون اللي هو الفاريابل 60 الكيستيون باش ندخلو، قالك راهو اجوتي لي كونترانت نتاعو. اش معنى لي كونترانت؟ كان عنده دي كونديسيون الفوق قال لك لازمك تفيريفي، ما تدخلش اي شيء ملوح هكاك. قال لك لازم الكيستيون، اش قلت لكم ديما اي فاريابل عليه كونديسيون باش تستعمل البوكل ريبيتي جيسكا. الكيستيون شنو عندنا لهنا؟ قال لك راو
لازم على الاقل يتكون من 4 كاركتير الي فورمي دو موان 4 كاركتير، معناها التايم تاعو سوبيريور او ايغال 4. هذه حاجه. وكومونس بار ان ليتر ماجيسكيل، بار ان ماجيسكيل اش معناها؟ معناها راهو الكاركتير الاول لازم يكون في سيتان كاركتير ماجيسكيل، يعني في الانترفال ا ماجيسكيل دو بوين زد ماجيسكيل. هاني باش نوريكم كيفاش. اول حاجه باش تشدها انه البارتي هذه لازم مادام عندك كونديسيون لازمك الفاريابل هذاك وقت اللي تقراه تحطه في ريبيتي جيسكا. هذه قلتها لكم في اول الحصه. دونك هذاك علاش زد ريبيتي وجيسكا. هذا واضح الى حد الان. ومارك نعم انا هناك موان 4 فورمي. وين 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 موان 4 فوق فوق لهنا دو موان 4. هاني قلت لك دو موان 4 كاركتير اللي فسرت لك تو، قال لك على الاقل يتكون من 4 كاركتير. الشيء اللي باش تدخل معناها ا بي سي دي 60 كاركتير، على الاقل 4 كاركتير. لو انك اعطيته 3 ولا 2 ولا شين فيت ما يقبلوش. واضحه اش معناها دو موان 4 كاركتير. وكومونس بار ان ماجيسكي، معناها الكاركتير الاول نتاع الكيستيون ماجيسكي. اش معناها؟ معناها هذه الدبل في ماجيسكي، البي ماجيسكي، الار ماجيسكي، الاو ماجيسكي، والهاش هذه غلطه هما في لينونسي لازمها تكون ماجيسكي. ب توا اش من شنو كيفاش نعمل الكونديسيون هذاك؟ اول حاجه كيفاش نفيريفي التايم تاعو لازم يكون على الاقل 4 كاركتير. عندنا فونكسيون تخدم على لي شين دو كاركتير اللي هي لونغ. لونغ اون الغوريتميك في الباسكال تولي لانغ، تعطيك اللونغور نتاع الشين، تعطيها اون بارامتر الشين نتاعك شنو هو اسمه كيستيون، و حاجتنا به على الاقل 4 كاركتير. دونك سوبيريور او ايغال ا 4، هذا الكونديسيون الاول، لانه قال لك دو موان 4 كاركتير، على الاقل لازم 4 كاركتير. هذا الكونديسيون الاول. والكونديسيون الثاني اند، اند معناها اي في الباسكال اي. ما هو نحن لازمنا نحطوا دو كونديسيون فيريفي. خدمتي صحيحه، لحظه تنشوفها. لانكت كيستيون سي هاش ريبيت رايت الين دوني لا شين ريد الين سي هاش انت سي هاش في ال ا زد بعدين. لا هو لهنا يا مريم في بالي اسمك، لهنا راهو عطيك الفاريابل كيستيون، ما تنجمش انت تستعمل فاريابل اخر سي هاش، ولا لازمك تستعمل الكيستيون فاريابل كيستيون هذيك. علاش؟ دونك لهنا كيما قلت لكم تستي على اللونجور ما يقبلو كان وقتاش، وقت اللي اللونجور نتاع الشين نتاعنا مريم باهي، وقت اللي اللونجور نتاع الشين لازم يكون على الاقل 4 كاركتير، معناها سوبيريور ويقال 4. والكونديسيون الثانيه شنو قالنا لهنا يعني في لينونسي؟ قالنا الكاركتير الاول لازم ماجيسكي. دونك كيفاش؟ دونك الكيستيون باش تطلع الكاركتير الاول نتاع الشين تقول له كيستيون دو ان، هذا الكاركتير الاول. اش معناها كيستيون دو ان؟ بار اكزومبل انت عندك لهنا الشين هذا الكل، كي تقول له كيستيون دو ان باش يطلع لك الدبل في، كلمة دبل في. كيستيون دو دو باش يطلع لك الا، كيستيون دو تروا باش يطلع لك الان. واضح يا اشرف يا مريم و شكون ثالثة؟ اشرف في الان هيك الناس شنو تعمل؟ وسارة كيفاش ما سمعتكش؟ شنو؟ سيرك في باسكال مكتوب موغوف لانث، شنو تعمل؟ لانث هذه الطلب يعني باش نفسرها لك على البين، باش تطلع لك اللونجور نتاع الشيء. لحظة يا مريم راني جايك. مثلا باش نعطيك شين دو كاركتير، باش نكبر الكتيبة 30. لحظة باهي هذي توا الشين نتاعي بار اكزومبل باش نعطيك شادي. كي تعطيني انت ال نقولي لونج
لونج الشين لونج شادي شنو باش تعطيك هذي؟ باش تعطيك 5 نعم شنو تسمع فيا باهي اون الغوريتميك هذي لونج 60 تعطيك اللونجر بتاع الشين معناها قديش يتكون من كاركتير 1 2 3 4 5 هذي لونج باش تعطيك 5 اون باسكال تتبدل ما تبقاش لونج باش تولي لك لانكث هذه اللي كتبنا لانكث وتعطيها شيد هذي باش تعطيك 5 فهمت توا شنو تعطي لانكث علاش هو في لينونسي قال لك لازم التاي نتاعه ويني قال لك الي فورمي دو موان 4 كاركتير اش معناها معناها لهنا يحكي لك على التاي نتاع الشيء اللي هو او موان يتكون من 4 كاركتير دونك لهنا لازمنا نتستو في الخدمه نتاعنا على التاي نتاعو لانكث كيستيون تولي لك سوبيريور ويكالا 4 بي اند البارتي الثانيه لازم تقالك الكاركتير الاول نتاعو قلنا ماجسكيل كيفاش نتستوه ماجسكيل تقول له كيستيون دو ان دون اللي هي ان لحظه يا مريم ان فانا انترفال لازم تحطها له في الانترفال هذا زيد هذا يولي ما يقبل كان وقت اللي يكون الكاركتير الاول ماجسكيل اش معناها كيستيون دو ان هذه باش نزيد نفسر هيكم اكثر فور اكزومبل نعطيه شين سي هاش والا المعنى نحن نخدموا على الكيستيون الشين نتاعي كيستيون نحط له فيه الشين شنو نحط له فيه علي الكونديسيون اللي حاطينها نحن اش قلنا له كيستيون دو ان ان ازيت اش معناها معناها كيستيون دو ان شنو باش تطلع لك باش تطلع لك الكاركتر الاول اللي هو هذا يتستيه هل هو موجود في الانترفال A زيد ماجسكيل ولا لهنا مينيسكي دونك مش موجود في الانترفال A زيد ماجسكي دونك الكونديسيون باش تكون غالطه وقتها ما يقبلوش لو اعطيناه في الكيستيون اعطيناه بار اكزومبل الليمون هذا علي بالطريقه هذه الكاركتر لول ماجسكي تي تستي كيستيون دو ان اللي هي الكاركتر لول او ماجسكيل هذا هل هو موجود في الانترفال هذاك باش يلقاه موجود دونك يقول لك فري واضح يا اشرف شوف لهنا الكيستيون او نرجع الكيستيون الكيستيون الثاني قال لك دون لا سيكونس دو اللي هو يحكي لك على سيكونس دو هذا الكل يعتبر سيكونس دو سيليكسيوني قال لك اجوتي لي كونترول نيسيسير اش معناها كونترول معناها راهو عندك إلس في عندك فاريابل عليه دي كونديسيون لازمك تزيد لي كونترول لي كونديسيون هذوكم تعملهم بالوكل ريبيتي قلت لكم راهو اي كونديسيون عندك في فاريابل لازمك تحطه ما بين بوكل ريبيتي جيسكا واضح هذاك علاش نحن الكونديسيون الفاريابل كيستيون واش قال لك الفوق نطلعوا الكونديسيون نتاعو شنو ما هو قال لك راهو الكيستيون فاريابل كيستيون وينو قال لك اهو كيستيون désigne la proposition à valider هذه البارتي الاولى ما فهمش فيها حتى شيء اللي فورمي دو موان 4 كاركتير قال لك على الكونديسيون الاول قال لك راه يتكون على الاقل 4 كاركتير معناها لازم نتستو على الكاركتير النمبر دو كاركتير نتاعو باش نتستوهم بفونكسيون اسمها لونغ في الباسكال تولينا لانكس معناها اللونغير نتاعو لازم سوبيريور ويغالا 4 علاش على الاقل 4 دونك وقت اللي يلقاه 3 ولا 2 ولا 1 ما يقبلوش الشيء والكونديسيون الثاني قال لك لازم الكاركتير الاول اهو لو كاركت اي كومونس بار ان ماجسكيل اش معناها معناها راه لو بريمي كاركتير نتاعو ماجسكيل هذيك علاش كتبت له كيستيون دو ان كيستيون دو ان هذه طلع لك لو بريمي كاركتير نتاع الشيء التستي هل هو موجود في الانتربال هذا الانتربال اش معناها معناها راه لي كاركتير الكل اللي هي A B C D E F جيسكا انك توصل للزيت هذاك اش معناها انترفال الانترفال هذا هو لي كاركتير الكل الفابيتيك من A لزيت ماجسكي معناها التستيل في الكاركتير الاول اس تي بقى ثم
يقول لك سافام ريجل ومعناها الفاريابل صحيح واضح. بي نرجع للكيستيون البي بركة على 1.5 بوان هذا بالطبيعة. شوف لهنا كي تكتب له ريبيتي بركة باش يعطيك نص باش يعني الستركتير باش تستعملها تكتب له ريبيتي بركة جيسكا باش يعطيك نص 0.5. بالنسبة للونجور الكونديسيون الأول على نص والكونديسيون الثانية على نص معناها على جيك واحد ونص. به به يا مريم قلت لي كيستيون دو ان ان ازيد صحيح يعني هكا صحيح نختم في ساعة خاطر نقرا الماضي ساعة. به يعني باش نحاول نحنا جيست هنا حتى كلمة كملناش توا راه باش المرة الجاية نزيدو نكملو مش مشكل. نرجع للإكزارسيس البارتي توا سي توا نعم الفصل لا 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 هو باش يصلح لك تكمل دوار كامل حتى ناقص مش ناقص اما الباريم هذا اللي تيمشي عليه معناها اس في انت خدمت التراديكسيون تاعك صحيحه باش تاخذ 6 بونت ونص عملت الديكلاراسيون صحيحه يزيدك 1.75 عملت البوكل ريبيتي وعملتك دو كونديسيون زدتهم على واحدة على كل واحدة نص معناها مش تقول اني ريبيتي بار اكزومبل عملت ريبيتي جيسكا والكونديسيون ما حطيتهمش تزيدني يحط لي صفر ما دام استعملت البوكل ريبيتي باش تاخذ عليها نوت راه كل بوكل كل انستركسيون عليها نوت. بي بالنسبه تو للسي قال لك سهله برشا الفونكسيون البروسيدير كونف ماج قال لك كي كونفيرتي ان شين دو كاركتر دوني اون ماجسكي بار اكزومبل البروسيدير اللي حكيت عليها انت قبيله اللي هي هذه قلت لي علاش عمل ابيل هنا وابيل هنا سيتين بروسيدير الرول نتاعها واعطاه لك تو قال لك راهي تحول لك الشين شين تعطيه لها تحوله لك اون ماجسكي اش معناها؟ معناها انت بار اكزومبل اعطيته الشين شادي باش يحاولوا اون ماجسكي يولي لك هك اعطيته بار اكزومبل شين اخر شادي في الشكل هكا يحاوله لك زاده نفس الشيء يحاوله لك ماجسكي يرد لك لي كاركتير الكل او ماجسكي كيفاش باش نخدمها به ديما لي بروسيدير ولي فونكسيون نحطوهم قبل البيجن نتاع البروغرام برينسيبال معناها نحنا البروغرام برينسيبال هذا يبدا بالبيجن ثم تجي قبله بالضبط وتعمل ديكلاراسيون ديفينيسيون تاع البروسيدير كيفاش تعمل اكتب مادام هي سيتين بروسيدير نرجعوا لل لينونسي لهنا قال لك بروسيدير هاوني دونك اش تكتب تكتب بروسيدير هكا اسم الفونكسيون اسمها كونف ماج اسم البروسيدير اسمها كونف ماج والشين هذا اون بارامتر باش تعطيه لها سيتان شين دو كاركتير لانها باش تاخذ شين تحاولوا اون ماج سكيل التيب نتاع الشين شين اون باسكال يولي اكسترينغ وفي الاخر بوان فيرجيل واي بروسيدير والا فونكسيون لازمك تحط لها بيجن والاند نتاعها مي مش كيما البروغرام برينسيبال يتم بالاند بوان لهنا اند بوان فيرجيل مش اند بوان ب اي باش نحطو فار يا مريم مازلت راني نمشي وحده وحده نرجع للكود لهنا كيفاش باش نحاولوا انشين اوماج سكيل باش نحاولوا شين اوماج سكيل اش نعملوا لازمنا ان احنا بار اكزومبل عطيتك الاكزومبل هذا 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 الشين نتاعي نحب نحاول اوماج سكيل اش نعمل نباركوريه من الكاركتر الاول جيسكا الكاركتر الاخريني اش باش نعمل معناها باش نقولوا بور اي دو ان ا لونغ سي هاش كيف هكا البور اش قلنا نحنا بالباسكال باش تولي لك فور اي دو بوان ايغال ان تو ان دو اللي هي الان لهنا ما عندناش ان عندنا نخدموا على شين دونك تتبدل لانكث لانكث اش قلت لك الفونكسيون لانكث اش تعمل تعطيك اللونجير نتاع الشين واضح يا اشرف اند بوان فيرجيل ب ديما البوكل بور ديما تعمل لها البيجن والاند نتاعها ب هنا شنو علاش عملنا بوكل بور علاش لاني باش
نباركوري كاركتير باركتير. الكاركتير الاول الاي من الاول الان الكاركتير الاول حاولوا ماجسكين، بعد نتعدى اللي بعده نحاولوا ماجسكين، بعد الثاني نحاولوا ماجسكين انسي دي سويت. باهي كيفاش نحاولوا ماجسكين؟ تكتب ريبونس اللي هو اسم الشين نتاعنا انتر كروشي دو اي. اش معناها ريبونس دو اي؟ معناها الكاركتير نيميرو اي. الاي من الاول شنو باش تاخذ؟ باش تاخذ ان. دونك ريبونس دو ان اللي هو انا ريبونس دو ان، نعتبر الشين هذا اسمه ريبونس اللي هو هذا اللي حط فيه شيدي، هذا الشين نتاعي. ريبونس دو ان تعطيك هو الكاركتير الاول اللي هو سي من سكيل هذاك دو بوان ايغال. عندناش فونكسيون ولا حاجه تعمل الكونفرسيون تاع كاركتير او ماجيسكيل، عندنا اللي هي اسمها ماجيس. ماجيس سيتين فونكسيون تحول لك كاركتير من سكيل او ماجيسكيل، معناها اون باسكال تولي لك اب كيز. اب كيز باش تحول لك الشين هذاك اون ماجيسكيل، يعني كاركتير تحوله لك اون ماجيسكيل. بار اكزومبل انت باش تقول لها شوف كيفاش اب كيز انتر بارونتيز سي اللي هو الكاركتير سي بالطبيعه، شنو تعطيك هذه باش تعطيك الكاركتير سي ماجيسكي. هذه هي الرول نتاعها الاب كيس اللي هي اون الغوريتميك ماجيس، يعني في كي تجي تخدم في دوار الغوريتميك انت في الاكزامان تيوريك تكتب ماجيس ما تكتبش اب كيس. واضح يا اشرف ولا؟ كان في الباسكال في الالغوريتميك تكتب ماجيس. فهمت البرانسيب كيفاش؟ واضحه الخدمه ولا؟ نعم اي واحد به هذه باش نحاول اوريكم تنجموا تحفظوها. هذه معناها اكتبوها هوني اي حاجه نقول لكم شدوها علاش تتعاود. اذا عندك شيء نقول لك حوله لي شيء يعني ماجيسكي، هذه هي الفونكسيون البروسيدير باش تستعملوها. مي فما حاجه لهنا لازمك تزيد قدام الفاريابل تزيدو موكليفار، لان عندنا شونجمون احنا باش تصير على الفاريابل. دونك لازمنا الفارش معناها رو اي شونجمون تصير على الفاريابل ريبونس نسجلوها، هذيك اش معناها فار. واضح ب لهنا فما حاجه مازلنا ما كملناش، هذه جيست الخدمه نتاعنا امريكا. مي ثم دي فاريابل لازمنا نديكلاروهم لهنا اللي هما شنوما لهنا يتسموا دي فاريابل لوكال اللي هما انت تشوف لونتيت نتاع البروسيدير اللي عندنا فاريابل اسمه ريبونس اللي تحتها شنو لي فاريابل اللي استعملناه. شوف اي فاريابل استعملناه في وسط البروسيدير وهو ديفيرون يعني من مش هو الريبونس اللي هو عندنا كان فاريابل اخر اللي هو استعملناه اي. دونك لازمنا نديكلاروه قبل البيجين نتاع البروسيدير. تكتب var اي دو بوان انتيجر، التيب نتاعها انتيجر. واضح يا اشرف وسارة ومريم؟ واضح. باهي فهمت علاش وقتاش نديكلارو الاي كيف هكا؟ فهمت ولا؟ بالنسبة لمريم فهمت، بالنسبة لسارة واضح ولا؟ باهي نكملو. هذه البارتي سارة واضح. بالنسبة للسي، السي على 3 بوان اللي خدمناها تو على 3 بوان البروسيدير اللي به فايدة تو اللي هي وين ديما تلقوا بارتي كبيرة على 6 بوان ولا حاجة عرفوها راهي صعيبة شوي، معناها حاولوا فيها انتوما، مش لازم تجيبوها صحيحة البارتي دي، مش لازم تجيبوها صحيحة، أما حاولوا تلقطوا فيها النوت. فهمت؟ فيها خدمة برشا على شي مادام على 6 بوان راهي ماشي بالسهولية دي باش تنطر 6 بوان، مش اللي يجي باش يخدم. دونك مشني نخوف فيكم، مي باش نعطيكم انه اتسي في خدمت البارتي ا و بي و سي راك نطرت نوتك، مي دي حاول تنطر فيها لو ماكسيموم. باغ اكزومبل هي لسي تنطرش 3 بوان حتى 2 بوان مش مشكل. باهي شنو هو تخدمها تاخذ 20 بالطبيعه.
باه ديفلوبي لا بروسيدير ريزلتا اللي هي هذه. شنو باش تعمل البروسيدير هذه؟ قال لك كي بيرمي دو تيرميني بوي افيشي، معناها زوج حوايج باش نخدموها، دي تيرميني بوي افيشي لو نومبر دو ريبونس كوريكت ainsi que le taux. كيما ليكزامبل ديما باش تفهم الخدمه نتاعكم واش تعملوا بالضبط، ها هي البروسيدير الاخرانيه اللي هي رومبليساج واللي فيها افيش اللي هي يحكي لك عليها تو، اللي هي ريزلتا مش رومبليساج، ريزلتا سامحوني، باش تحسب لك النومبر توتال دو بوين اوبتيني. كيفاش قلت لكم باش تحسبوه؟ نحن ما عندنا تابلو فيه لول، تابلو فيه الكي، شنو فيه؟ فيه الكيسيون ريبونس الصحيح، اللي هو الريبونس الصحيح وين موجود؟ موجود بعد الدي اس بي، والريبونس تاع الكانديدا. شنو باش نعملوا لهنا باش نطلعوا النومبر دو بوين تاع الشخص؟ لازمنا نتستو الريبونس تاع الكانديدا، نتستوها بالريبونس تاع الكيسيون. كان لقيناهم كيف كيف. نعم؟ الكيسيون ما فهمتوش انت؟ الكيسيون شوف، الكيسيون ها واش قال؟ قال لك ديفلوبي لا بروسيدير ريزلتا، معناها راك انت باش تخدم البروسيدير ريزلتا اللي هي موجوده لهنا، جيست اسمها ابيل ولي بارامتر نتاعها عاطيهم لك هنا. كي بيرمي دي شنو الرول نتاعها؟ شنو ريزلتا؟ ديتيرميني اي دافيشي لو نومبر دي ريبونس كوريكت، معناها باش تافيشي قداش من ريبونس كوريكت نتاع الكانديدا هذاك. نحنا ما عندنا الكانديدا ريبونس نتاعو شنو؟ اللي هو هذا ريبونس موجودين في التابلو ال، هذوما لي ريبونس نتاع الكانديدا. كيفاش نعرفوا قداش عمل الاجابه صحيحه ريبونس صحيح؟ لازم نقارن لي ريبونس اللي حطهم هو باللي ريبونس الموجودين في التابل كي. واضح يا اشرف؟ بي نكملوا ومن بعد تطلع النومبر كوريكت نتاع ريبونس، طلع التو دو ريسيت اللي هو كيفاش تحسب، وعطيك الفورميل نتاعو. تو دو ريسيت هو قداش من ريبونس طلعت صحيحه تقسمها على الان فواسون، يعني جيست قاعد تطبقها معنا. المشكله وين تو؟ المشكله اني كيفاش باش نحسب له السكور نتاعو، معناها كيفاش باش نقارن هذه بهذه اللي هي نحنا التابلو كي راهو مخلط، معناها فيه البارتي الاولى اللي قبل الدي اس لي كيستيون، اللي بعد الدي اس تلقى الريبونس. دونك اول حاجه شنو باش نعملو؟ باش نرجع لوتا، نهز نكوبي اسم البروسيدير اللي تنخدمها تو، تجي تحت البروسيدير هذه الكوند ماج، تجي لهنا تكتب بروسيدير ستين بروسيدير، اسم البروسيدير نتاعنا ريزلتا، الكي تابلو كي تيب نتاعو شنو؟ التيب نتاعو اللي هو لهنا، ها هما الزوز، التيب نتاعهم تاب، دونك تعمل كي دو بوان تاب، بوان فيرغيل، الار دو بوان تاب، بوان فيرغيل، والان اللي هو التايم تاع التابلو انتيجر. صحيح يا مريم تنجم تعمل هكاك زوز صحاح، وتعمل بيجن وانت بوان فيرغيل نتاع البروسيدير. باهي. تنجم تزيدها شنو؟ لا لا شوف شوف، البروسيدير ما تحطش لهنا تيب دو بوان بوليان، البروسيدير ما تعملش تيب دو ريزلتا، مي هذيك الانسي في فونكسيون وقتها، لو انه قال نستعمل فونكسيون وقتها تكتب دو بوان بوليان هك. في البروسيدير ما نجموش نعملوه. واضح؟ باهي. توا شنو باش نعملو؟ عندنا التابلو، أول حاجة شنو؟ أني باش نتستي من التابلو كي من البوزيسيون بعد صحيت. أول حاجة يا أشرف يا سارة ويا مريم، باش طلع البوزيسيون تاع الدي اس في الكي، في التابلو كي، وقبل هذاك لازمنا نباركورو التابلو من أن جيسكا تاي نتاعو، دونك باش نستعملو البوكل فور إي دو بوان إيكال أن تو، عندنا التاي نتاعو اللي هو إن دو، وديما البوكل تعمل بيجل وأند بوان فيرغيل. واضح؟ استعملنا البوكل بور باش نباركورو التابلو، هذه الحاجة لو أند، سامحوني. ثاني حاجة شنو باش نعملو؟ نطلعو البوزيسيون نتاع باغ إكزومبل، نحط السي هاش دو بوان
البوزيسيون تاع شنو نتاع دي اس. عندنا فونكسيون اسمها بوز اللي هي اش تعطيك؟ تعطيها شين دو شين طلع لك البوزيسيون تاع الشين الاولى في الشين الثانيه. بار اكزومبل نحنا شنو حاجتنا باش نلوجو؟ حاجتنا باش نلوجو على البوزيسيون نتاع دي اس باش منها هي نطلع الشين نتاعي الثاني. البوزيسيون تاع دي اس تكتب له هكا الشين الاولى باش نلوجو عليها فوسط انا شين فوسط التابلو كي دو اي. واضح يا اشرف؟ فاهم شنو الرول نتاع بوز ولا؟ بوز معناها تلوج لك البوزيسيون تاع الديز في الكي دو اي في الشين الاولى الكي دو ان، لانه الكي دو اي لهنا الاي تبدا من الان، كي نعوضوا الاي بالان تولي على ليليمون هذا. الديز لهنا وانت تطلع لك قديش البوز تيحسب لك 1 2 3 اسباس 4 5 6 7 اسباس 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 اسباس 18 19 20 21 22 23 24. البوزيسيون تاع دياز 25، معناها لهنا باش ترجع لك 25 الريزلت تاع الاول. باش نحطها في فاريابل اللي لا هو مش تي 60 فونكسيون بري ديفيني. الرول اللي عملته انا تو اللي حسبتهم قدامك الخدمه هذيك تصير انت ما تشوفهاش 60 فونكسيون مخدومه معناها حاضره. جيست انت تعطيها البارامتر الاول طلع لك البارامتر الاول وين موجود فينا بوزيسيون معناها من غير لا تخدمها انت جيست تعملها لابيل. لابيل اللي هو هك لا اذكر انا عبيناها. شوف هاي البروسيدير، شوف كي تدخل انت البروسيدير راهو عطيك الالغوريتم. مش عملنا تراديكسيون تاع الالغوريتم هذه. اول حاجه اش عمل لك؟ دخل الكيستيون اللي هو في الموجود في الكيستيون. الكيستيون هذا شنو هو؟ اللي هو هذا البارتي الاولى اللي هي هذه. دخل الكيستيون تاعو بالانستركسيون هذه، بعدين قرا لك الريبونس اللي هو الريبونس اللي هو اللي بعدها اللي هي هذه الفوق. بعدين شو عمل؟ نهبطو لوطا. بعدين شفت هنا اللي عمل لك الكيستيون لصقها في الدياز ولصقها في الريبونس وحط لك في التابلو حط لك الكيستيون والريبونس هذي. يعني انت راك باش تدخلهم هكا كي نكملوا الاكزرسيس تو تفهم كل شيء معناها كيفاش. اول حاجه باش يطلب منك الكيستيون تاع الدوفوار، بعدين باش يطلب منك الريبونس، وبعدين انت ما تجاوب تعطيه الكيستيون والريبونس باش يلصقهم في بعضهم ويحطهم في الليمون نيميرو 1. بعدين يتعدى مره اخرى للدوزيام ليمون، يطلب منك الكيستيون والريبونس ويلصقهم في بعضهم ويحط انسي دو سويت. واضح الفكره كيفاش؟ بي لهنا طلعنا البوزيسيون تاع الدياز. تو شنو باش نعمل؟ تو لازمنا نكوبو الشين اللي بعد الدياز. فور اكزومبل يعطيك الدياز البوزيسيون تاعها 5 باش نكوبو الفو. نحنا نكوبوها ابارتير من البوزيسيون تاع مشي مثلا الدياز البوزيسيون تاعها 5 نكوبو من 6 معناها من البي بليس 1. دونك عندنا فونكسيون تكوبي لك بارتي من الشين، عندنا فونكسيون تكوبي لك بارتي من الشين اللي هي اسمها في الالغوريتميك اسمها سوشين، وفي الباسكال تلقاها اسمها كوبي. كوبي وشنو تعطيها؟ تعطيها البارامتر الاولى منين باش تكوبي، انا هو الشين اللي باش تكوبي منه اللي هو الكي دو اي. وتعطيها منين باش تبدا؟ باش تبدا قلنا منين نحنا لهنا؟ ابارتير من البوزيسيون بليس 1 تاع الدي اس اللي هي حطيناها في الفاريابل بي. دونك بي بليس 1 وتعمل فرقيل. وقداش باش تكوبي من كاركتير؟ باش تكوبي 4 كاركتير. علاش؟ لانه الفو تتكون من 4 كاركتير والفري تتكون من 4 كاركتير. نحنا لي ريبونس اللي عندنا يا فري يا فو، دونك تحط 4 غادي وتعمل بوان فرقيل. واضح يا اشرف يا ساره ويا مريم ولا؟ شنو؟ اي اربع حروف. اي اربع حروف. اي اربع حروف معناها طول الكلمة فري والا فو. سي هاش دو بوان ايجال حطيت الريزلتا على شي فونكسيون تحطها في فاريابل.
الريزك تام تاعنا لهنا سي هاش شنو باش تعطيك؟ باهي ساره علاش 4 لهنا انت نحن ما شنو البيت نتاعنا؟ البيت نتاعنا باش نقارنوا الفو هذه بالفو نتاع الشانكي. اول حاجه نطلعوا الدياز وين موجوده، لانه الريبونس موجوده بعد الدياز بالضبط. اي سيفي طلعت الدياز اللي هي البوزيسيون بي نكوبي ابارتير من بي بلس 1، يعني هذه 5 ابارتير من 5 بلس 1 اللي هي 6، باش قديش باش نكوبي من كاركتير 4 اللي هي التايم تاع الفو ليفري. الفو قداش النوغر نتاعها؟ اف ا ا اكس فيها 4 كاركتير، يلزمنا نحطو بوز في فاريابل اي، لازم لانها سيتي فونكسيون مش بروسيدير. الفونكسيون ديما نحطوها في دي فاريابل كيما البوز كيما الكوبي. باهي توا شنو باش نعملو؟ طلعنا الشين نتاعنا اللي هو الفو، نقارنو توا سي هاش بال ار دو اي. كيفك تعمل؟ باهي يا اشرف باش نقارنو توا. نحنا طلعنا هذا حطيناه في سي هاش اللي هي الفو الموجودة بتاع ليليمون لول، والار دو اي فيها ليليمون ريبونس بتاع الكونديدا. تقارن تو ايف يعني سي بالالغوريتميك تولي لك ايف سي هاش ايجال ار دو اي. اش معناها؟ معناها راهي اجابته صحيحة، معناها فو ايتيكال فو اجابته صحيحه. اش قلنا نحن كذلك الاجابه صحيحه؟ قال لك نزيدوه 2 بوان، معناها السكور نتاعو يزيد بليس 2. دونك لازمنا نعملو فاريابل الفوق نسميه سكور باغ اكزومبل 2 بوان ايكال 0، نحط فيه 0 من الاول. اي شخص السكور نتاعو يبدا من 0 معناها معين من 0 صحيت. بعدين اش تعمل لهنا؟ تجي في وسط هذيك تعمل سكور 2 بوان ايكال سكور بليس 2. علاش عملنا بليس 2؟ لانه قالنا الصحيحه وقت اللي هي الصحيحه اللي هي قارناها بالسي هاش بالار اي صحيحه، دونك سكور يزيد بليس 2. سينو تو سينو في الباسكال تولي لك ايلز، سينو سكور يولي نيجاتيف معناها موان 2، ناقص له موان 2 بوان فيرجيل. لهنا شوف هاي سينو قالك اون ريترونش دو بوان، معناها الكيسي الكيسيو هذيك اذا هو غلط في يعني العكس نتاع سينو. اش معناها؟ معناها سي هاش ديفيرون دو ار اي، معناها الريبونس نتاعو كيما هنا الريبونس نتاعو هو فري والريبونس الصحيحه هي فو، دونك ناقص له موان دو في السكور نتاعو تعمل موان دو. باهي عندي ملاحظه لهنا، ملاحظه انه من المفروض نحطوا البوان فيرجيل في الانستريكسيون هذه، مي نحن عندنا ايلز بعدها، وين اي انستريكسيون بعدها ايلز تجي قبلها وتنحي لها البوان فيرجيل نتاعها. واضح؟ واضح ولا يا جماعة؟ باهي نكملوا. نكملوا الاكزرسيس نتاعنا. هذه طلعنا سكور، السكور نتاعنا طلعناه تو. شنو مازال؟ قال لك باش تافيشي لو نومبر توتال دو بوان اوبتيني اي. كيفاش نافيشو؟ جي استعمل تو حسبنا نحن النومبر دو بوان اللي هي في الفور هذه حسبناه، جي بعدها تكتب رايت الين اللي هي باش تافيشي اليمون، تكتب رايت الين le nombre total de points obtenus est وتعمل هكا فيرجيل وين موجوده فينا فاريابل حطيناه النمبر دو بوان حطيناه في السكور. دونك تجي تحط لهنا سكور وتعمل بوان فيرجيل، هذه باش تفيشي لنا هذا الميساج الاول le nombre total de points obtenus est 6. واضح كيفاش خدمناها؟ واضح يا جماعه؟ شبه سكور شنو الاسباس اللي ما نعرفش نعرف شنو الساب كود والاسباس. ميساج تحبوا يا فيشي ميساج كما هو في كما هكا لهنا ميساج كما هو معناه ما يتغيرش، حطه ما بين سامبل كود هذا ما يتغيرش.
مي سكور يتغير دونك تجي قبل تعمل فيرجيل باش هذاك يتغير والباقي ما يتغيرش. واضح معناها ميساج تحطه ديما ما بين دو يعني سامبل كود من الاول وسامبل كود من الاخر وباش تفيش يكون نعم انا هو الاسباس تحكي على ذا لا لا هذيك جيست ميساج معناها حاجتي بيه تحبه كيفك اعمل كيفك تحبه هكا هكا مش مشكل انا اخترت هكا انت تختار اللي تحب انت تحب تنحي الاسباس ما تنحيش على كيف المهم تعمل انتر سامبل كود في الميساج بتاعك وباش تفيش الكونتيني نتاع الفاريابل تعمل فيرجيل به هذه البارتي الاول البارتي تو باش تحسب التو سهله برشا التو جيست قاعده تطبق سامحني يا مريم لحظه يعني نكتب else score مون دو وبيان نجم نكتب if ch different de re then انت ليش تو نخير تعملهم الزوز في سي واحدة ولا تبقى تستي كل مرة واحدة بتبيع الزوز الزوز صحاح خدمتك هذيك صحيحة والأخرى صحيحة اما الخدمة اللي خدمتها بتسينو هذه اوضح واصح الزوز صحاح يعطوك نفس النتيجة لك بهي تو مازلت لنا في البروبليم جيست باش نحسبو التو اول حاجه التو هو قالك شنو قالك سي لو نومبر دو ريبونس كوريكت نحن عندنا سكور ما عندناش نومبر دو ريبونس كوريكت دونك لازمنا نزيدو فاريابل لازمنا نزيدو فاريابل لهنا نحسبو اللي هو وقت اللي الريبونس كوريكت نزيدوه بليس 1 من الاول نعتبرو النومبر نعمل فاريابل نومبر ريبونس كوريكت نحطو 0 معناها راهو هذه باش نحطوا فيها نمبر دو ريبونس كوريكت لهنا تجي وقت اللي هي كوريكت اش تعمل نعملوا البيجن والاند نتاع الايف هذيك اند شنو باش تعمل باش تزيد الان بي ار هذيك ام بي ار سي ام بي ار سي دو بوان ايغال ام بي ار سي بلس 1 معناها باش راهو فما ريبونس صحيحه جديده وين تلقى ريبونس صحيحه البليس 1 معناها راه عندنا ريبونس صحيحه ديما تلقى ريبونس صحيحه تزيد بليس 1 دونك الريزلت تاع النمبر دو ريبونس صحاح باش تلقاهم في الان بي ار سي توا جيست تافيشي بالتود ريسيت نفس الخدمه لافيشاج كيف هكا وين لافيشاج تود ريسيت تعمل هكا هذا الميساج بتاعنا كيفاش بل كل شيء لهنا شنو عنا نمبر ريبونس كوريكت سير هذاك هو تجي تحت هذه رايت تالين وتعمل لتو دو ريسيت اي وتعمل سامبل كود فيرجيل وين القاعده نطبقوا القاعده تو هي نمبر دو ريبونس كوريكت على الان اللي هي موجوده نمبر دو ريبونس هي هذه تقسمها على الان وتضربها في الصم ذرقي وعنا الميساج هذا في اللافيشاج شوف عنا بورسنتاج بعدها هذيك الرمزة ذاك دونك تلصق فيها بورسنتاج نحو 80 تخلي كم بورسنتاج تعمل هك وهكا تكون الخدمة كملت معناها هذه هي تود ريسيت واضحة يا جماعة ولا لا؟ لا لا هذه افيشاج نتاع الاكزرسيس نتاعو هذه ريت تتغير كيما لهنا سيس سيس راهي مش ديما سيس في المثال في الاكزومبل هذا سيس هذاك علاش حطينا سكور لو انك انت دخلت دي زيليمون هذوما راهم الاكزومبل اللي نعطيهولك راهو مش ديما الاكزومبل هذا باش يخدم به باغ اكزومبل نعطيه عندي اكزامان اخر الكيسيام نتاع الكيسي نتاعو مش كيفك فيه 20 او ولا 10 كيستيون باش يطلع لي دي ريزلت اخرين نمبر دو بوان تاع الشخص ينجم ما يجاوبش حتى اجابه صحيحه دونك تجي زيرو في البوانيت نتاعو والنمبر دو ريسيت نتاعو يجي زيرو معناها مش ديما 80 ومش ديما سيس واضح فهمت علاش هذه هي جيست الخدمه راهي تختلف جيست الميساج يبقى نفسه مي التو دو ريسيت يختلف من بيرسون كانديدا لكانديدا جماعة صرح واضح ومريم ولا ده مش حاجة مش مفهومة آه
ما فهمتش تعطينا ميرا مع نفهموا بها قداش يلزم ما تجيب الشيخ لما قاش مقرك تبقى الباقيين وفرانسفون ولا ما فهمت ما فهمتش ما فهمتش كاسيون تاعك سي ما تاكي نقدر انا في باش نخدم ما نجمش نحدد ما تعطيش من واحده باش نكتب تاع جراب كاسيتوال عند الباقيين ولا تبقى في الجيل هذاك شحال مره أني هم منهم أعطيني هذا البروغرام برانسيبال البوان برقيل نتعش أني هم بجيبش تهتم بطا باش نعرف أنا من واحدة باش نعمل بيجين معاك بوان برقيل هاني قلت لك لحظة أنت وين تلقى بوك البور حط فوستها البيجن متاحة والفان بور متاحة تحطها عند بوان برقيل واضح شوف لهنا حتى في البوكل بور هذي عملت لكم البيجن هذي وعملت الاند متاح وبعد تدخل فوسط الريبيتي ما فيهش بيجن واند الريبيتي هذي بداية متاحة والانتل هي النهاية متاحة في الايف في خلنا نرجع الريبيتي كما العادة ريبيت انتل ما عملناش بيجن واند بالنسبة للبروغرام برانسيبال كما قلت لكم الاول تعمل بروغرام هذاك اسم البروغرام يوزس وين سي ار تي بعد طول تمشي تعمل البيجن بتاع البروغرام برانسيبال الكود اللي يعطيه لك هون الالغوريتميك في الانونسي هذا كله باش تحطه ما بين البيجن والاند بوان واضح اي بالنسبه اي بوك البور حط لها البيجن نتاعها والاند بوان فيرجي عندنا دو بوكل نحن لهنا بوكل وعندنا البوكل هذه ثاني اللي بعدها صحيت هاني قلت لك مثلا هذه بوك البور اعمل البيكن متاعك والان الاخرانيه اللي هي هذه متاعها وادخل في وسطها ادخل يعني اخدم بعدين الايف الايف هذه اواني اي ايف عندها بيكن وعندها اند الز نجم تزيد لهنا حتى الالز عندها بيكن واند باش ما تدخلوش بعضكم ديما اخدموا هك اي ايف حتى سمعت حتى كنت تكتبها مكياجة مش فيها مش كادو شنو في وسطنا ما فيها كيفاش؟ سمعت كده تخدم فما حاجات ما في مدامش حاطيت له البيجين قال لي سباش قال لي وين يعني في فين حالة؟ لا بالطبيعة راهي هي هذه تنجم تنحاها البيجن متاع الالز والاند علاش انا اعطيتكم ديما وين تلقى ايف اعمل بيجن واند والز تعمل بيجن والاند علاشكم انتم توا تنجموا تدخلوا بعضكم فيها انسان لازم براتيكي برشا باش ما يغلطش فيها هذاك علاش ديما اي ايف حط بيجن واند الز حط بيجن واند واضح معناها باش ما تغلطوش معناها النجم نحيها لك اما انت ما تفهمهاش تقول هكا عملت لهنا بيجن وغادي ما عملتش دونك اي اف جي تعملها البيجن والاند نتاعك ديما اي بروسيدير والا فونكسيون تعمل البيجن والاند نتاع البروسيدير نتاعك باهي توا باش نسجل البروغرام باهي نعمل الكومبيلاسيون اكيد باش تلقى غلطات علاش انا ثما فاريابل ما ديكلارنيهمش لهنا في البروسيدير ريزلتا لازم نديكلارو لي فاريابل لوكال كيفاش تعرفهم لي فاريابل لوكال شوف انت يا شوف لي بارامتر الموجودين في اللونتيت اللي هما عندك الكي وعندك الاير وعندك الان اي فاريابل مش موجود استعملته الداخل مش موجود في اللونتيت ديكلاري كيما سكور كيما الامبير كيما الاي كيما البي كيما سي هاش عندنا برشا لهنا دونك لهنا عندك سكور والسكور فيرجيل الان بي اير سي فيرجيل اي فيرجيل البي دو بوان انتيجر هذوما الكل وعندك السي هاش دو بوان سترينج ثمش فاريابل اخر سكور جمع ام بي ار سي سافا الكوبين عملنا الكوبياج هذاك امريك لا تكون مي فاريابل نتاعنا بي عندنا سترينج لهنا بي خلينا نشوف شنو الغلطه لهنا ثم سامبل كود ناقصه بي نعملو الاكزيكسيون لهنا عنا انتر لازم لانكث
هذه and question تو المفروض صحيحة صحيح ليه تو نبدأ بالإكزيكسيون تاع البروبليم تاعنا باش تشوف خدمتك صحيحة. ديما جرب على الإكزامبل اللي يعطيه لك هو في الدفوار به باش نجربو نحن على الإكزامبل اللي يعطيه لنا تعمل إكزيكسيون هكا قديش اختار لك هو دوني لو نومبر دو كيستيون اللي هي على الان يحكي لك 5 اول حاجه دوني لو بروبوزيسيون ريلاتيف على كيستيون 1 البروبوزيسيون اللي هي الوان هذه معناها البروبوزيسيون تاع كيستيون تكتب له 1 ايت ان ريزو لوكال تعمل لونتري يقول لك دوني لا فاليداسيون دو لا بروبوزيسيون معناها هذه الفو تكتب له فو يتعدى لك الكيستيون البروبوزيسيون اللي بعده باش نعمل جيست دي شيفرنا في الكيستيون باش ما نبقاش نكتب تيطول عليا الفري الريبونس هو فري تاع الكيستيون الثاني اللي بعده الريبونس نتاعو جيست نكتب لي ريبونس صحاح الكيستيونات ما يهمناش فيهم ما ياثروش اللي بعده بعدين فو الاخر اليمون اللي هو هذاك الريبونس نتاعو فو توا بالطريقه هذه عبينا لي زيليمون يعني نتاع التابلو ليكزامان لي كيستيون نتاعو لي ريبونس صحاح توا باش يطلب منك دوني لي ريبونس على كيستيون نيميرو 1 تاع النيميرو 1 تاع ليتيديون اللي هو باش نعبو التابلو ار توا الريبونس الاولى نتاع ليتيديون فو اللي بعدها شنو اللي بعدها فري اللي بعدها زاد فري ثالثة الرابعة فري برشا حاجات طلبت برشا اسئلة لحظة برب وبعدين هذه الريزلتان نتاعنا لو نومبر توتال دو بوان اوبتيني اي 6 اللي تحصل عليها هواني وبعد التو هي 80% هوني مي مادامي دو تيب هذيك هي في شيل بالبورسنتاج شنو ما فهمتكش يا اشرف لا لي كيستيون هذوكم راهم جيست موجودين في الالغوريتم شوف ما خدمنا حتى شيء نحن جيست عملنا ديكلاراسيون راهم شوف لحظه باش نرجع لك البروبليم باش ما نضيعش شفتها هذه البور الاولى اللي عملها لك هو اول كيستيون باش يجيك دوني لو نومبر دو كيستيون اللي هو بالبوك هاني باش نعاود لك باش نعمل اكزيكسيون مره اخرى وفي نفس الوقت نفسر ويني هذه الاكزيكسيون شوف اول كيستيون شنو دوني لو نومبر دو كيستيون اللي هو شنو ها هو قدامك الريبيتي هذيك معناها يقصد لك اعطيني التايم تاع التابلو بالريبيتي هذي نعطيه بار اكزومبل في الانترفال 5 ونقرا سونتري توا الكيستيون اللي بعده شنو تعدى للبوك البور هذي باش يعبي لي باش نوع باش يعبي لي هنا باش يعبوا لي التابلو كي اللي هو باش نحطوا فيه لي كيستيون لي ريبونس ما بينتهم دييز تعطيه يطلب منك اول حاجه شنو الكيستيون تاعك تعطيه بار اكزومبل الكيستيون عطيتو هذاك الكيستيون تاعي يقول لك الريبونس نتاعو شنو اللي هي لهنا دوني لا فاليداسيون دو لا بروبوزيسيون اللي هي ريبونس هذا الكل رانا ما خدمناش عملنا له جيست تراديكسيون يقول لك اعطيني الريبونس دونك يا فري يا فو اكتب له بار اكزومبل فو اونتري يتعدل يزيد يعاود لك الكيستيون الثاني انسي دي سويت الثالث الرابع الخامس لانك انت قداش اعطيته الان مادام اعطيته الان ايتيغال 5 دونك راه باش يقول لك دخل لي 5 كيستيون و 5 ريبونس فهمت توا شنو بالطبيعة هذاك علاش تعاودت 5 مرات علاش محطوطة في بوكل هما 5 كيستيون دونك لازمك تحطهم في بوكل بور حاط لك في بوكل بور هاي من الان جيت 5 باش تعبي التابلو يعني 5 كيستيون 5 ريبونس واضح به جماعة سارة ومريم صبا ولا مريم سألتني على شنو ما ركزتش علاش ما كتبناش ام بي ار سي سوا سكور لا ام بي ار سي هي حاجه والسكور حاجه
شوف ويني، خلنا نرجع للكود. بالنسبة للـ MBRC ويني اللي نطلع فوق الـ MBRC، شوف باش نفسر لك لينونسي لهنا، نطلع لفوق. النمبر دو ريبونس كوريكت اللي هي الـ MBRC معناها قديش عندك من ريبونس لهنا، هذه كيف كيف دونك عنده ريبونس واحد، هذه زوز صحاح اثنين، ثلاثة صحاح هذه غلطة دونك ما تحسبش، أربعة ريبونسات صحاح لهنا. هذيك شنو بالـ MBRC؟ أما سكور حاجة أخرى، سكور قالك كل حاجة صحيحة زيدوا دو بوان، دونك سكور باش يحسب لك النمبر دو بوان اللي تحصل عليهم، مي ريبونسات صحاح وما قداش جايب الكيستيون صحيح. واضح يا مريم؟ باهي. بالنسبة لسارة، تو مازلت كان سارة، هذا هو اللي نونسي. عندي سؤال آخر، باهي برا تفضل. سارة سافا ولا مش واضح؟ فماش كيستيون يا سارة؟ تفضل يا النومبر، النومبر نتاع شنو؟ عندكش كيستيون انت اشرف زاد؟ النومبر دو بوان، النومبر دو بوان في ليكزيكيسيون، ايش به النومبر دو بوان؟ ارجع للينونسي، نونسي لينونسي، هذا لينونسي يا هذا لينونسي، رجعنا لينونسي. شبيه نمبر دو بوان هاي، نرجع لينونسي يا عاد، هذا لينونسي تاعنا. ساشون كو بور شاك ريبونس كوريكت باش تزيدو زوز، تنقص الوقت اللي هو غلط. هذيك ال لينونسي نهت ب ليكزيكسيون هنا اي نمبر دو تالت بوان هي شباب هاو نمريك نمبر دو تالت بوان اي 6. مي هذا راه اكسبليكاسيون، هذا كيفاش باش تحسب بعدين النمبر دو ريبونس انكوريكت، هاني الغلطه هي ان نمبر دو ريبونس كوريكت كيما قلت لك نمبر دو بوان اوبتيني اي 6 هي 6. شنو المشكل؟ هنا عملنا وجدنا شي 6 نحن في الخدمة. ب شنو عملنا نحن؟ الكيستيون الاول صحيح نتاعو الكونديدا جاوب ولا فو ايتيكال فو، حط له دو بوان. الكيستيون الثاني الريبونس صحيحه فري وهو جاوب فري، دونك زيد دو بوان، دو مع دو تولي لك 4. الثالث فري وفري، دونك زيدو دو بوان تولي لو 6 بوان. لهنا جاوب بالغلط دونك تنقص له دو بوان تولي لو 4 بوان. الاخرانيه صحيحه دونك تولي لو 6 بوان، هذيك صحيح. هذيك اش عملنا الخدمه نتاعنا؟ واضح به يا مازلت ساره؟ كيفاش تنزيدكم شوي كيسيان؟ كيفاه نكتبو بورسونتاج؟ شنو كيفاه نكتبو بورسونتاج؟ ما فهمتكش. السمبول بالكلافي، اعمل بال الفوق البوتون فوق الكنترول شيفت بورسونتاج هوني في الكلافي. باهي ان شاء الله يا اشرف، ان شاء الله تو نشوف. باهي تو نهبط لكم على الجروب بعدين باش نهبط لكم ال بروبليم، حاولوا خدموها الليله وان شاء الله تو نحاولوا غدوه ان نصلحوها الصباح، مي غدوه مع التسعة مش مع العشرة ونص. هاني عندي تطلع بورسنتاج، ها شيفت صغيرة وبحذا البوتون اللي بحذا الان، الكاركتر اللي بحذا الان، الكاركتر اللي بحذا الان، كليكي على شيفت كاركتر بحذا الان. نعدي 8 للعشرة. ما نجمش. شنو هو تي بي؟ شنو هو يا اشرف؟ تكنيك ان شاء الله ربي معك. مال باهي مش مشكل، مالا العشرة ونص، العشرة ونص ان شاء الله نكونوا لهنا.
العشرة ونص للاثناش، علشني الاثناش عندي مناعة. به العشرة ونص إن شاء الله غدوة. به بالنسبة لجوهر وثم فاطمة ما فهمتش، بدو جو باش يقروا بعدين خرجوا. باهي صحيح، ما عندكمش كاستيونات تجمع الكل سافا؟ أو نزيدوا حضروا اللي عطيته لكم اليوم وباش ما يضيعش عليكم، وتو إن شاء الله يمكن العشية ولا غدوة تو نهبط الفيديو اللي سجلته تو، وغدوة إن شاء الله معناها